حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومساكم الله بالخير والنور والسرور في أمسية عيد الفطر السعيد. الله يعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والنور واليمن والبركات. وكل سنة ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وأرضا بألف خير. مساك الله بالخير وكل سنه وانت سالم يا عبد الله. مساكم العايدين الفايزين ان شاء الله يا صفيه. وطبعا نوجه ايضا تهانينا واصدق تهانينا واحب واحر تهانينا الى قاده هذا الوطن، الى شعب هذا الوطن، الى ارض هذا الوطن الطيب، والى كل من هو يتابعنا من خلال شاشه الامارات وشاشه ابو ظبي لهذا اليوم. مبارك عيدكم وعساكم من العايدين. يعني شغله بسيطه بس كنت قاعد افكر فيها من ساعه، ان ربما اليوم عيد ونحن مداومين، صح ان قاعدين نسوي، احنا قاعدين نحب شيء جميل، ولكن بعد في النهاية هذا دوام وهذه وظيفة. ولكن جميل جدا أن يكون عندنا هذه الفرصة أن نلتقي ربما من طرف واحد، ولكن أن نوصل صوتنا إلى كل من هو يتابع الآن لكي نوصل له يعني أصدق التحية وأحر التهاني في هذه المناسبة. فإلى جميع من يتابعنا الآن سواء كان من قريب أو من بعيد، مبارك عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير. أكيد يعني عبد الله، صحيح أن مثلا تعرف عيد الفطر شوية له خصوصية لأنه يتبع شهر رمضان، والواحد يكون توا بعدها تعبان وظاهر من الصيام. لكن بصراحة قبل لأي الاستديو صار شيء، وأنا هذا الشيء جلب لي نفسيتي يعني تماما، غيرها للأحسن بدرجة ما تتصورها عبد الله. لأن شفت صورة، شفت بالأصح ابتسامة، هذه ابتسامة وطن، هذه اللي أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي، أشعلتها بهجة. نعم. وفرحة بهاي الابتسامة، ابتسم الوطن كله. تخيل ابتسامة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، هذه الشخصية العظيمة، القائد، الأب، الوالد، حفظ هذا الشعب، حفظ له أمنه وكرامته، أسعدنا وأبهجنا بوجوده بكامل صحته. يعني الله يحفظه يا رب ويديم عليه الصحة والعافية يا رب. يعني ما في أجمل من هالسعادة. وفعلا الهاشتاج عيد الوطن خليفة بن زايد، العيد عيدين اليوم. اللهم لك الحمد. الحمد لله صحيح، وفعلا صارت هذه يعني حديث الساعة حين في الفترة الأخيرة، هذه الصورة اللي تتحدثين عنها. جميل جدا أن نرى هذا الشيء، وجميل جدا بأن يكونون القادة موجودين عندنا في كل شيء. اليوم الصبح لما كنت أشوف الزيارات لأصحاب السمو الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن راشد، لما شفت الزيارات هذه قاعدة أفكر أقول يعني جميل جدا ان يحدث هذا التواصل في عيد، في سعه، في ضيجه، في فرح، صح، في تحفيز. دائما الحكومه والشعب يقفون جنبا الى جنب، فهذا شيء جميل. من ايام صار في تكريم من سيدي صاحب سمو الشيخ سيف بن زايد، الحكومه واقفه جنبا الى جنب مع الشعب، مع الناس اللي تعطي. دائما هناك يعني حسن استخدام للطاقات اللي موجوده، صحيح، يتم توجيهها بشكل صحيح. اذا كانت ماشيه على الشكل الصحيح يتم يعني شكرهم وتقديرهم، اذا كانت ماشيه على الشكل ما نبغى نقول غلط، ولكن اللي ما يصب في النهايه الى المصلحه الكبرى او الرؤيه الكبرى يتم توجيهها بشكل بسيط وسلس. فجميل جدا ان يصير هذا التواصل بين الشعب والحكومه، ويسالوني ليش تحبون الامارات، يسالوني ليش تحبون شيوخكم. هذا 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 يعني هذا هو السبب. اقل شيء نحن نقدمه ان نحن نحب هذا الوطن ونحب هؤلاء القادة. على فكرة بهذه المناسبة خلينا نهني أيضا أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة المرابطين على الحدود. نعم. الموجودين في مواقع يعني الدفاع والذود عن هذا الوطن ومكتسباته في أماكن مختلفة، الناس الموجودين في الشوارع اليوم ينظمون الأمن، أمن وطرقات. نعم. الناس الموجودين في المستشفيات على رأس عملهم، الناس الموجودين في وسائل الإعلام يعملون يعني مثلنا ومثل غيرنا من الزملاء، الله يعطيهم العافية يعني والقوة والصحة، أن هم يقومون بمثل هذا الواجب. وهذا الواجب هو أصدق نوع من أنواع الحب والعطاء، والحب والعطاء اللي نحن ممكن نقدمه لبلادنا. وأنا أرد أقول لك هذا أقل شيء ممكن يقدم في سبيل خدمة هذا الوطن، ونحن قاعدين نقدمه بكل حب وبكل رحابة صدر، لأنه فعلا نقطة في بحر فيما يقدمه لنا هذا الوطن من شيوخ ومن كل الجهات. صحيح. ما أقدر أحدد حتى إذا بغيت، لأن فعلا من الألف إلى الياء تم تغطية كل ما يحتاجه المواطن، حتى الأشياء اللي مش محتاجينها يتم توفيرها لكي لا يصل إلى مرحلة من المراحل أنه ممكن يتطلب أنه شغلة معينة وأن يحتاجها. هناك الكثير من الأشخاص اللي فعلا مداومين وعلى رأس عملهم، اللي موجودين على الحد الجنوبي الله يردهم سالمين إن شاء الله ويجويهم، اللي شغالين على الحدود وبعيد عن أهلهم وقاعدين يعيدون بعيد عن أهلهم لكي يقدمون خدمة لهذا الوطن.
كل عام وانتم بخير ومباركين عيدكم، والله يردكم لهلكم سالمين ان شاء الله تستمعون فيها في هذه الايام الطيبه، وهذا العيد اللي ان شاء الله الله يعيد علينا وعلى كل من يتابع الان بكل خير وبركه ان شاء الله. ايضا في شيء فكرت فيه اليوم، يعني صار عندنا الثوره الاتصاليه نقدر نسميها عبد الله اليوم، يعني حتى لا يؤطر العيد فقط في يعني شكل صوره موجوده تنحط على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق سناب شات او انستغرام او غيره من هذه الوسائل، حتى لا يؤثر في جمل نحن نرسلها لبعض فقط. يعني اعتقد ايضا نحن محتاجين ان نسترجع شويه الزمن اللي كان يسبق، يمكن عشر سنوات كان العيد شويه مختلف، قبل 20 سنه كان مختلف تماما. يعني محتاجين شويه نسترجع مثل هذه اللحظات. طريقه المعايده يمكن اختلفت، صارت تكنولوجيه بحته. اليوم حتى انا شفتك انت وثاني ابو قادر يقول كل عام وانتم بخير. لا لا يقدر يقدر ضبطها. بس يوم ما يبقى لا هو يوم ما يبقى. فانا قصدي انه تغير العيد صح، يعني طريقه التعاطي مع العيد مع هذه الايام، ما اعرف شو رايك. بقول لك رايي، انا قبل كم من يوم حطيت بوست، او ربما البارحه ربما حطيت بوست اتكلم عن هذه النقطه، وفعلا يعني فاض فيني الكلام وحسيت اني احتاج اني اكتب. صرنا الحين يعني الآن العيد تغير عن قبل في كل شيء، الأطباع، العادات، الأشياء اللي كانت تصير ما عادت تصير، صار في استجدت أشياء جديدة ما كنا نسويها قبل، فهناك الاختلاف، اختلاف كبير جدا. والأهم أن نحن كأشخاص اختلفنا، وربما قبل أتذكر أن العيد كان بالنسبة لي همي الأكبر العيد بصير يجمع فلوس، وكنت استمتع في مساله هذه اني اروح وايمع وادق البيبان اكثر ما ان تحصلين الماده بحد ذاتها، لا انك تروحين وتشوفين الناس بهجة الفعل نفسها يعني. هي فكنت اتكلم عن هذه الشغله بان ربما نحن الان كبرنا عن هذا الشيء، كبرنا عن بس هل عيالنا يمارسون نفس البهجه نفس الاستمتاع الان؟ هذا هو السؤال. ما ادري، ولكن اعرف شغله واحده وهذا اللي خلاني اتكلم، اني انا قاعد اعيش العيد من خلال ثاني. صح، يمكن هذا هو المختلف. يوم فصلت حق ثاني كنادير ولدي، يوم فصلت لك اندور تحسيت بالعيد، يوم اشتريت الاحتياجات اللي يحتاج اني البسها حسيت بالعيد، كرم الله سامع، يوم اخذت له نعاله حسيت بالعيد، يوم صرت اخذت له الغتره اللي بيلبسها حسيت بالعيد، يوم قاعد اجهز له الاشياء هذه، هني انا عشت العيد من خلال ثاني ولدي. فمهما عدى فينا الوقت ومهما تغيرت الاوضاع دائما هناك فرصه بان نعيش العيد مثل ما نحن نبغى، ونجدد هذه الفرحة والسعادة والبهجة في الأعياد. وطبعا حابين أن نحن يعني أيضا نشكر الأساتذة اللي رافقونا في تقديم هذه الحلقة بألحانهم المميزة، يعني الأستاذ توفيق زريق وجورج صليبة، وأيضا الأستاذ محمد عثمان من بيت العود. كل الشكر لتواجدكم معنا، ويعني أيضا إبهاجنا بهذه الألحان الشرقية المميزة. وحلقتنا أيضا فيها الكثير مشاهدين، مثل ما قلنا في بدايه الحلقه، الناس المرابطين حتى في الطرقات عشان يامنون ويعني وينظمون ويقيمون هذا القانون، قانون السير. وقفات مختلفه مع مبادرات عشناها في شهر رمضان، وايضا وقفه مع زميلتنا اميره بتكون موجوده ايضا خارج الاستوديو. ولا لا اميره مو باليوم، هي سوري اميره خليتك تداومين اليوم. تعرفين لو اميره تتابع الحلقه الحين لا لا رافد لنا والله وقفات كثيره وبنتكلم عن اشياء كثيره، ولكن ربما من المواضيع اللي بنحب ان نبدا فيها حلقتنا لهذا اليوم بان فعلا في هذه الفتره يزيد استخدام الطرقات في شتى انواعها، في شتى الخدمات وطرق يعني طرق المواصلات اللي موجوده، ولكن هناك من يقوم على الحرص بان يكون هذا الاستخدام سليم، وابتعادا عن الحوادث المروريه، ابتعادا عن الاشياء اللي ممكن تعطل الناس اللي سايره تسلم واللي سايره تعايد واللي نعم. علشان ما تقل فرحه العيد او بهجه العيد، لذلك هناك من يعمل في هيئه طرق المواصلات للحرص على هذا الموضوع. اذا نحن عشان نعرف المزيد عن تفاصيل الخطه اللي وضعتها هيئه الطرق والمواصلات في دبي لتحقيق مثل هذه الإدارة السليمة والمتميزة للحركة المرورية في شوارع الإمارة، معنا عبر الهاتف الأستاذ عادل المرزوقي مدير إدارة حرم الطريق بهيئة الطرق والمواصلات بدبي. المهندس عادل مساك الله بالخير وكل عام وأنت بخير. مساكم الله بالنور وكل عام وأنت بخير ومبارك عيدكم. أيامك سعيدة. الله يسلمك. مبارك لجميع المشاهدين. الله يسلمك. مشكور وما قصرت والله، يجعلك ان شاء الله يجعلنا وياكم من عوادة العيد كل سنه وكل حول يا رب. يا رب. الازدحام شيء طبيعي في العيد،
وربما هاي نقطة قبل العيد ربما هذه شغلة لازم نتكلم عنها، بأن العيد له مثل ما يقولون يعني خصائص تحصل معه، الزحمة شيء من الأشياء اللي مع العيد، فلازم نتعلم نستمتع بهذا الشيء. في البداية إذا تخبرنا شوية المهندس عادل عن هذا الموضوع وزحمة العيد وتجهيزاتكم لاستقبال هذه الزحمة في إن شاء الله. أخوي عبد الله، في البداية أخوي عبد الله مثل ما تعرف يعني فعالية العيد، عيد فطر السعيد عندنا في دبي، يمكن أكثر الزحام تصير اللي هو الطرقات اللي حوالين منطقة برج خليفة، وبالذات مول دبي، دبي مول. فإحنا السنة هاي حطينا خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي وأيضا السادة أعمار العقارية، أن حطينا الخطة تتركز على النقطة الأولى، أن نضمن أن دخول الناس لمنطقة برج خليفة وبالذات مول دبي عن طريق جميع المداخل المتوفرة لمنطقة برج خليفة. أن الناس مثل ما تعرف أخوي عبد الله متعودين يجون من شارع الشيخ زايد صحيح على تقاطع رقم واحد ومن ثاني ثم يدخلون لهف دبي مول. نعم. بالرغم من أن هنا موفرين في شارع الخيل فيها مداخل واضحة، فيها لوحات، في شارع عود ميتة عن طريق مخرج شارع الأصايل يوديك دايركت على منطقة برج خليفة. عندك على سبيل المثال شارع السعادة، جسور زعبيل وشارع السعادة أيضا يدخلك منطقة برج خليفة. صحيح. فإحنا حطينا هالسنة أكثر من 30 لوحة إضافية، يعني فوق اللوحات اللي موجودة في الطرقات أخوي عبد الله بتشوف إن في لوحات صفراء إضافية حطيناها فقط لفعالية العيد، إن إحنا نحاول الناس اللي جايين من جميع خلنا نقول اللي جاي من الشارجة، من أبو ظبي، اللي جاي من الإمارات الشرقية، إنهم يشوفون اللوحات ويتبعون كيف يقدرون يوصلون منطقة برج خليفة، ونوزع الحركة المرورية على جميع المداخل لمنطقة برج خليفة. جميل أن يتم استهلاك جميع المنافذ للوصول إلى برج خليفة عشان تبتعد. صحيح. شغلة ممتازة. المهندس عادل أيضا ماذا عن الأماكن الأخرى؟ هل من أماكن أخرى أيضا تشهد في هاي الفترة كثافة مرورية؟ هل أيضا من خطط أخرى شملت شوارع ربما وطرقات أخرى في الإمارة؟ هو طبعا أختي صفية احنا للعيد طبعا احنا كهيئة طرق المواصلات نستعد بشكل يعني سنوي، احنا عندنا مجرد ما العيد يجي على طول تشمل ان احنا ننظف جميع البنيه التحتيه في الاماره، نقوم باجراءات اللي هي نحرص الهيئه عن طريق تنظيف وصيانه المواقف حول المساجد، مصليات العيد، وغسل جميع الانفاق اللي عندنا في الاماره، جسور والحواجز المعدنيه وازاله الرمال حتى مع التنسيق مع البلديه. ففي اجراءات احنا روتينيه دائما نسويها. بالنسبه للحركه المروريه الصفيه حاليا الحمد لله الحركه السيابيه في جميع طرقات الاماره، وفي مراقبه من خلال مركز التحكم الموحد عندنا في هيئه طرق المواصلات، في فريق كامل من المشغلين والمهندسين يراقبون جميع الاشارات الضوئيه اللي موجوده حوالين مناطق الفعاليات مثل الجي بي ار ومنطقه برج خليفه ومنطقه المركزيه للديره. فمجرد ما نشوف اي ازدحام مروري على اي تقاطه يقوم المشغلين عن طريق الانظمه الذكيه اللي موجوده بتسهيل الحركة المرورية في المناطق هاي لضمان انسيابية الحركة المرورية. يعطيكم العافية. طيب بالنسبة للمواصلات العامة المهندس عادل، يعني نعم. الباصات وسيارات الأجرة أيضا. صحيح أخوي عبد الله، الخطة الرئيسية لهي طرق المواصلات طبعا احنا اشتغلنا عليها في آخر يومين، يعني حاولنا نخبر الناس أن اللي جاي لدبي مول واللي يبغي برج خليفة أن يستخدمون محطة مترو برج خليفة، خاصة أن محطة برج خليفة موجودة على خط الأحمر. نعم. ومربوطة بثلاث مباني متعددة الطوابق مجانية. نعم. يعني الأخوان اللي جاي من أبوظبي يقدرون يستخدمون مبنى مواقف جبيرة هاربر أند تاور ويستخدم المترو يوصل لين محطة برج خليفة، والمواقف هناك تكون مجانية لمستخدمين المترو. واللي جاي من الأخوان من الشارجة يقدرون يستخدمون محطة الراشدية في خط الأحمر أو حتى محطة القصيص على خط الأخضر، يوقفون سيارهم هناك بكل امان، سكيورتي موجود مأمن تحت الظله، ويستخدمون المترو يوصلون لمحطه برج خليفه او حتى خلينا نقول البولات الثانيه مول الامارات ومول حتى دياره السنتر. فاحنا في هيئه طرق المواصلات نتمنى من الجمهور انه ما يستخدمون سياراتهم الخاصه، بالعكس يستخدمون اللي هو النقل الجماعي. وعشان هذا الموضوع تم زياده فتره تشغيل القطار لمده ساعتين اضافيات، يعني قبل كان المترو يوقف الليل الساعه 12 الحين صارت 2 ما شاء الله. هذا شيء بس فتره الاعياد استبعد 3 ايام العيد. نعم، من الخميس اللي طاف من تاريخ 22 احنا بدينا نسوي هذا الموضوع لين 3 ايام، فاحنا ان شاء الله لين يوم الاربعاء خلينا نقول جميل
لما الدوامات ترجع. وفي نفس الوقت يعني الناس يعيشون تجربة بعد مختلفة عن طريق استخدام هذه الوسيلة. نعم، والاستمتاع بالمشاهد العامة أيضا والمناظر العامة في الإمارة. مهندس عادل، أيضا هل هناك من نصائح أخرى تود أيضا تقديمها للمشاهدين الكرام؟ أنا نصيحتي أنا بس أساسا الحمد لله اليوم يعني لينا الحين الحمد لله الحركة المرورية الانسيابية. طبعا احنا حاطين خطة مع الإخوان في الشرطة أن مجرد ما المواقف تمتلي في المولات أن نفكر ونوجه الناس بالمواقف الأخرى أو نوجههم لاستخدام وسائل النقل الجماعي. فأنا من الحين من البداية أقول لكم يا جماعة اللي حاب يروح دبي مول خلينا نقول ولا أي مول ثاني يستخدم المترو مثل ما تفضلتي، تكون يعني رحلة سياحية ومنها رياضة ومنها توفرين الزحمة وتوفرين بترول على الناس. جميل، شكرا لك مهندس عادل المرزوقي، مشكور ما قصرت ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، وتشكرون على هذه الجهود التي تبذلونها خصوصا تكون مضاعفه في مثل هذه المناسبه. مشكور ما قصرت. شكرا اخوي عبد الله. شكرا. الله يسلمك. طبعا بتكلم معك في نقطه معينه، بس قبلها احب بس اني انوه للمشاهدين الكرام بان فتره عيد يا اخواني والناس زحمه والناس كلها تبغى تطلع وتستانس وتشارك بعض هذه الاجواء، لذلك خلونا نستمتع بالزحمه، نستمتع بهذه الامور، خلونا نبسط الامور لكي تتم هذه الفرحه على وجوهنا على مدى هذه الثلاث ايام. يعني النقطه اللي ابغى اتكلم معك عنها صفيه اللي ذكرتيها قبل شويه، على قد ما هي موجوده هذه السبل المتوفره من كل القطاعات اللي موجودة للمواصلات، هناك المترو، هناك الباصات، هناك سيارات الأجرة، هل الثقافة هذه انتشرت عندنا ولا بعدنا ما نستخدمها باستخدام صحيح؟ لا أعتقد، أنا الصراحة بشكل شخصي ما أعتقد أنها انتشرت كما يجب. أنت جربتيها؟ أنا جربت شوية بس يعني أرجع أنا أقول لك من الناس اللي برد أستخدم سيارتي يعني في آخر المطاف. هو السيارة بس إن قصدي يعني مو بشكل الواحد متعود دايم. الواحد متعود على السيارة يعني صحيح. وطبعا يقول إن سيارتي تحت يدي وبصير وبرد متى ما بغيت، ولكن خصوصا في مثل هذه الظروف ترى جدا ممتاز الزحام صح تنفعك جدا. أنا طلعت مرة من البيت، طلعت صرت وقفت سيارتي في المحطة وخدت رحلة خذت يمكن معي 20 دقيقة وصلت إلى دبي مول ورجعت مرة ثانية، فكان جدا سهل الاستخدام، جدا بسيط، وتجربة كانت جميلة صراحة، وفرت علي الكثير من الجهد. نعم، يعني أنا بصراحة أعتقد أن نحن لازم نبدأ نشجع نفسنا بالدرجة الأولى، نحتاج ونبدأ أيضا نشجع يعني أيضا مشاهدين الكرام أنهم مثل ما قال زميلي عبد الله يستثمرون مثل هذه الوسائل المختلفة والمتاحة الآن، يعني ومتاحة أيضا بدرجات جدا مريحة وراقية تخليكم أيضا. لازم نبدأ نعلم ثاني، لازم نبدأ نعلم عيالنا على شيء. نعلمهم شو؟ أول شيء يربطون الحزام لو سمحت. يربط الحزام ما شفتي؟ أنا شفته من تسكت عنه فتش الحزام وقف. يبغي يساعدني ثاني، كله يبغي يساعدني، يقول لي بابا أباك تشوف كيف تسوي، أباك أقول لك وين الباركينج. مشاهدي الكرام متابعين معاكم حلقتنا، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.
تزرق الشمس فتعلن ميلاد يوم جديد، ويشع دفء الدار في قلوبنا صباح النفوس المشرقة بروح الأمل. والعيون التي تروي حكاياتنا صباح بلون الحب، لون الوطن. العايدين طيلة أيام العيد في هذا التوقيت على قناتي أبوظبي والإمارات. للتوزيع طاقة للحياة. في أول لمسة وأول عام لي وضعت أول خطوة، ها هم أصدقائي وهذه معلمتي، هذا عالمي مليء بالأسرار والمغامرة، وأنا أحلق بحلمي في فضاء بلا حدود. زهور العمر الجمعة في هذه الأوقات على قناة الإمارات. يبحث دائما عن الإبداع والجمال في الشكل والتصميم، يجد في مفردات صنعة يديه ما يمتع العقل ويثمن الوقت، وبأدواته البسيطة يصنع حلولا بتكوينات مفيدة. إبداعات الأربعاء في هذا التوقيت على قناة الإمارات.
مشاهدينا من جديد، إذا نستكمل معكم حلقتنا في هذا اليوم في هذه الأجواء الجميلة، أجواء العيد، أجواء الفرح والابتسامة، الأطفال بثيابهم الجديدة، الكبار بثيابهم الجديدة، الابتسام والمتعة والفرح في أجواء الإمارات وأجواء العالم الإسلامي كلها، حياكم الله من جديد. وأيضا الوجهات المختلفة السياحية اللي ممكن الناس يتوجهون لها مع أسرهم عشان يستمتعون ويقضون أوقات مميزة في هذه الإجازة، إجازة عيد الفطر السعيد. طبعا أنا العيد عندي عادة مرتبط بالمسرح، لأن عادة في هذا الموسم يكون فيه هناك يعني زخم من الأعمال المسرحية الكوميدية بالتحديد، وشوف ما شاء الله الفرق المسرحية حتى عندنا هنا في الإمارات، يعني أعتقد أن اليوم شيء مسرحية ولا باكر في عمان. شوفي في الإمارات الآن في هذه الفترة 9 مسرحيات شغالة في نفس الوقت، ما شاء هاي اللي أنا سمعت عنها بالتحديد، أعتقد هي للممثل الإماراتي أو يشارك فيها الممثل الإماراتي مروان عبد الله صالح. مروان عنده مسرحية اللي هي في عمان، أظن في عمان. أنت عجمان عنده مسرحية ترانزيت، غانم ناصر عنده مسرحية الباشا في ورطة، أحمد الجسمي عند العيال طفرات، ما شاء الله يعني ما شاء الله عدد زخم كبير، يعني عدد من كبير، مسرحية فاشينيستا، 9 مسرحيات ما شاء الله. وجميل جدا أن تحصل هذه الحركة مرة ثانية على فكرة، يعني لأن هناك إقبال على المسرح بس مو بالأولي، هذه شغلة. شغلة ثانية، هدت الناس من المسرح فما صار في أعمال مسرحية. الآن من العام ربما بدأ هذا التوجه إلى المسرح، ردت الحركة مرة ثانية، والسنة كلهم دخلوا وبقوة رجعوا إلى المسرح مرة ثانية، وجميل جدا أن نرى هذا الإقبال. الناس اليوم مباشر واللي عقبه اللي هي 3 أيام العيد، الناس بعرف أي مسرحية تروح وأي مسرحية تخلي. هذا شيء إيجابي، لأن أيضا يعني يحرك أول شيء الجو المسرحي، وثاني شيء يعطي نوع يعني يغذي العملية المسرحية في الإمارات بالتنافسية الإيجابية أيضا بين الفرق المسرحية المختلفة، وهو في نهاية الأمر أيضا في صالح جمهور المسرح. هذا اللي قلت رب ضارة النافع، ربما في كثير من الفنانين ما اشتغلوا السنة فصار لهم ظهور في المسرحيات، جميل. وهذا شيء جميل جدا. بالعكس أنا ما أتمنى أن ما يشتغلون، لكن أتمنى أن يتصير توجه إلى المسرح بشكل أكبر إن شاء الله في السنين القادمة. أيضا من الوجهات المختلفة يعني اللي ممكن الناس يستفيدون من الأجواء الموجودة فيها، الفعاليات والأنشطة المختلفة، مدينة العين، نعم، والخضار والجمال والأناقة التراثية والحضارية المتواجدة في هاي المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة مريم الظاهري، مبرمج مشاركات مجتمعية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. نتعرف على الوجهات المناسبة للعائلات خلال إجازات العيد. أستاذة مريم مساك الله بالخير، عسى عيدكم عايد وعسى خيركم زايد. مساء النور، والله يعودنا ويعودكم ويعود كل مسلمين ربي على هالأيام المبروكة، وعيدكم مبارك. الله يبارك فيك أستاذة مريم. خبرينا عن أجواء العيد في العين وأول يوم كيف كان، وأيضا يعني مختلف الأشياء الموجودة في هذه المدينة الساحرة واللي ممكن تجذب الكثير من الناس والأسر أنهم يقضون أوقاتهم يستمتعون بها فيها. أكيد أجواء العين في العيد مختلفة شوي، لأن الناس تطلع على تكبيرات العيد للمصليات والمساجد، وبعدها يلتقون بأصحابهم وأصدقائهم وأسرهم، يتبادلون التهاني بالعيد، ومن ثم بعد عندنا بعد المغرب كذلك الناس تتجمع عند الأسر، كل الأسر الممتدة طبعا، كل الأسرة لبيت كبير العائلة ويتجمعون. هذه الأجواء اللي موجودة عندنا في العين. طبعا اليوم أجواءنا أكيد سعيدة وفيها مزيد من الفرح، تحسين الأجواء كلها كبيرة. اللهم لك الحمد. هي هذا أجواء العيد، دائما العيد دي وله العيد فرحة، فعلا العيد فرحة. أستاذ مريم، إذا بنتكلم عن الوجهات السياحية اللي جهزتوها لهذه المناسبة، شو بتخبرين عنها أو وين هي الوجهات اللي تم تحديدها؟ طبعا نحن عندنا المناطق الثقافية في مدينة العين والتابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، تفتح من ثاني أيام العيد للزوار، وهي طبعا مثل ما الكل عارف المتاحف اللي موجودة في مدينة العين، الواحات اللي موجودة في مدينة العين. طبعا هذه المتاحف مختلفة في مضمونها، تقدم الكثير من الخبرات والمعلومات الثقافية والتراثية للزوار. فهذه الوجهات وجهات ثقافية تعنى بكل الزوار بكل الأسرة، فبالتالي الناس اللي راح تزور هالمناطق أكيد راح تحس بعد كأنها بعد موجودة في العيد، وتفرح أكثر بعيد لأن كلها في نفس النمط الأشياء التراثية والحضارية اللي موجودة. طيب هل تم تخصيص جدول من البرامج والفعاليات يعني بهذه المناسبة السعيدة للزوار والأسر؟
والله نحن في العيد نعتمد أن الناس بس تزور المتاحف وما عندنا أي برامج خاصة بالعيد حاليا. ماذا عن العروض الفلكلورية؟ السنوات اللي طافت كانوا يسوون عيدية العيد وكانوا يسوون برامج أصلا للزوار بكل أنواعهم في قصر العين. أما هذه السنة اكتفينا بالجدول السنوي للمتاحف أو المناطق الثقافية في مدينة العين واللي انتهى موسمه الأول في مايو وراح إن شاء الله ترجع البرامج كلها في المناطق الثقافية في العين من سبتمبر إلى مايو 2018 إن شاء الله. أستاذ مريم قبل أن نختم معك أحب بس لو نلفت لفتة احترام وتقدير للموظفين اللي من طرفكم اللي شغالين في هذه الإجازة مش مريحين مثل باقي الناس. الحرص على أن يتم الاستمتاع بهذه الإجازة لكل الزائرين، شو ممكن تخبرين عنهم؟ أريد أقول الله يعطيهم العافية وعساهم على القوة وعيدهم مبارك. طبعا نحن عندنا خدمات الزوار في كل المتاحف العين موجودين إن شاء الله من باكر من الساعة 8 الصبح إلى 7:30 المساء. حالهم حال كل الناس اللي موجودين في الجهات الحكومية الثانية اللي مداومين في الأعياد، نقولهم عساكم على القوة وكل عام وانتم بخير. وأكيد أكيد أنتم واجهتنا لهذه المناطق وأكيد رح يستقبلون زوارنا بكل ابتسامة وفرح. نعم أستاذ مريم، فقط أخيرا نذكر مشاهدينا بأبرز الوجهات اللي ممكن يتوجهون لها في هذه الإجازة. قلتي من الساعة 8 الصبح الأبواب مفتوحة للزوار الكرام، لكن هل فقط بس نستذكر وياك أبرز الجهات أو الوجهات السياحية في المدينة؟ إذا رح نتكلم عن المناطق الثقافية، عندنا متحف العين الوطني، عندنا متحف قصر العين، عندنا قلعة الجاهلي، عندنا قصر المويجعي، عندنا واحة العين، عندنا مركز القطار للفنون. هذه المناطق الثقافية اللي تتبع هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. لكن العين أكيد فيها الكثير من الحدائق العامرة وعندنا مبزرة الخضراء، أكيد هذه من ضمن المناطق اللي موجودة في مدينة العين، يصرنا أكيد نحتفل معاهم بهذه المناسبة السعيدة. شكرا لك أستاذة مريم الظاهري، مبرمج مشاركات مجتمعية في هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، وكل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. شكرا لك. وأنتم طيبين ويعطيكم العافية. الله يعافيك ومباركنا عيدكم. احنا طبعا عندنا تقارير كثيرة في هذه الحلقة وبنتكلم عنها الآن، ربما بنبدأ عن ما تم تنظيمه في هذا التقرير. مشاهدينا، ينظم حاليا مجلس سيدات أعمال أبو ظبي المعرض الرمضاني لرائدات وسيدات الأعمال الذي ينهي أعماله في 2 يوليو المقبل بمركز الخالدية مول أبو ظبي، وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال في إمارة أبو ظبي. إذا خلونا نشوف التفاصيل ونرجع لكم. مجلس سيدات أعمال لأبو ظبي هم تابعين لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، ونحن في الغرفة ندعم مثل هذه المبادرات لما لها أهمية كبرى لدى سيدات الأعمال. الهدف من هذه المشاركة التعريف بما تقدمها هذه السيدات من أعمال تستطيع أن تساعد نفسها، وأيضا تعريف الخدمات اللي هم يقدمونها، ونريد نعرف الجمهور أن اليوم خواتنا ممكن ينتجن بضاعة على مستوى عالي جدا. أيضا لا ننسى نحن اليوم شيء مهم جدا أن هذه السيدات الأعمال تحتاج إلى دعم. عدد المشاركات في معرض في خالدية مول تقريبا 14 مشاركة. طبعا المنتجات المشاركات عدد من المصممات من إمارة أبو ظبي مواطنات، وعندنا المشغولات اليدوية وعندنا الحلويات وعندنا أنشطة التمور. وطبعا هذا شهر الفضيل شهر الكريم، أتمنى إن شاء الله أنهم يستفيدون الأخوات سيدات الأعمال ورائدات الأعمال فيها المشاركة بإذن الله تعالى. حياكم الله مشاهدينا من جديد. يعني الموسيقى تقول الكثير، الأدب يقول الكثير في مثل هذه المناسبات. عفوا، ولكن ممكن تصير مناسبات أحيانا بس اليوم مناسبات. لحظة بقول لك شيء، لأن كده بقول لا شيء ينافس.
لا شيء ينافس الشعر، وخاصة إذا كان هذا الشعر صادق ولطيف ورقيق ودائما ما يعني يأتي مساندا ويعني موافقا لهذه الفرحة ولهذه السعادة، وأحيانا بالعكس يزيدها ويقدمها بأبهى حللها. شوفي، الشعر مرآة للمجتمع ومرآة للعصر اللي هو فيه، ولكن نحن كشعب إماراتي أو كشعب خليجي بشكل عام، الشعر يعتبر من الموروث، يعتبر من التقاليد القديمة اللي موجودة، أن يتم دائما التعبير عن الفرح، عن الحزن، عن كل الوسائل الثانية يتم التعبير عنها من خلال الشعر. لذلك يسعدنا جدا أن يكون معنا اليوم في هذه المناسبة أن يكون للشعر دور مع ضيفنا الشاعر ربيع المنصوري. حياك الله، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. هلا وسهلا، مبارك عيدك. الله يبارك حياتك. الله يجعلنا ان شاء الله من العايدين وياكم ان شاء الله كل سنه بخير. تتفقوا يا استاذ ربيع نقول ان الشعر هو اصدق شيء ممكن يعبر عن هذا الفرح، لانه يختزل الفرح بكلمات بسيطه ولكن موضوعه، ويعني مثل ما يقولون يعني مرسومه بطريقه مختلفه. اكيد، انا اقول قبل ما ابدا اي كلام احب اني اتقدم باسمع ايات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو سيدي الشيخ خليفه بن زايد، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب الحاكم، وأخوانهم الشيوخ أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سيدي ومعزبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى جميع الأمة العربية والإسلامية. وتقدم تهنية خاصة إلى أمهات وآباء وزوجات شهداء الوطن، وأتقدم بأسماء التهاني والتبريكات إلى أبنائنا وأخواننا الجنود الصامدون في أعلى كلمة الحق في اليمن الشقيق. الله يسلمك، الله يرضيهم سالمين إن شاء الله. آمين. إذا نتكلم عن الشعراء وكيف مناسبة مثل هاي تكون مختلفة بالنسبة للشاعر. الشعر طبعا مثل ما تفضلتوا هو مرآة يقدم حضارة البلد، والشاعر يتكلم بما يبوح به خاطره. نعم. والشعر طبعا هو موروث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتراث جميل، والشعر هو حضارة، دلالة على الحضارة. الشعري دائما الشعري يوثق، الشعر تاريخي، إذا صار في قصيدة عن حادثة وقعت في سنة من السنين خلاص تخلد على مر الزمن، تم هذه الواقعة هذه تم في الذاكرة. نحن كنا قاعدين نتكلم شاعر في بداية الحلقة عن أن العيد وكيف تم اختلاف العيد وكيف اختلفت تجربة العيد بالنسبة لنا، فإذا بنرجع لك أنت ونسألك هذا السؤال، العيد بالنسبة لك في طفولتك ما شبيت ما شاء الله وصار، كيف كانت تجربة العيد واختلاف العيد من هذاك الوقت إلى هذا الوقت؟ طبعا العيد هو فرحة، والعيد طبعا ليش فرحة فقط، بس العيد أيضا هو أحياء تراث وأحياء عادات تقاليد موجودة. تعرف نحن نسابق، نحن نتزاور والتصافح والتسامح في العيد، واختلف اليوم كل شيء اختلف، يعني سبحان الله، يعني كل شيء صار سريع، كل شيء صار غير الأول. يعني الأول كان العيد بسيط جدا ولكن يظل خالد في ذاكرتنا، يعني من عادات تقاليد ولا زالت موجوده، يعني الحمد لله لا زالت موجوده، لكن ما نقول اندثرت ولكن قلت. ولان كل شيء صار بسرعه، الحين صار عصر السرعه والتغيير، كل شيء صار تغيير فيه. فقد لذته يعني العيد هزرك؟ اكيد، يعني مو مثل الاول، ما عاد الاول، لا ما عاد الاول، الاول عيان يركضون في الشارع وتعرف انت، تعرف الاشياء. طيب هذيل العيال، بس شو عن الشعراء؟ يعني مثلا هل كانت في هيك الايام، يعني أكيد ما نبغى نكبرك يعني، ولكن إنه يعني يمكن قبل 20 سنة تقريبا، هل مثلا كانوا الشعراء يستغلون مثل هذه الفرص، يستثمرونها، يتسامرون بطريقتهم في ليالي العيد، يعني نقدر نقول إنه يعيشونها بطريقة مختلفة، يتبادلون التهاني قصائدا مثل ما تكون يعني بطريقة عادية، يعني خبرنا عن هاي الأجواء. أكيد، نعم، أنا طال عمرك كنت أحد المشرفين على الشعر الشعبي في جريدة الفجر، وكان كنا عندنا نفس الديوانية. نعم. يعني كان ما شاء الله نجتمع نحن والشعراء كلهم، ما شاء الله اخوان الشعراء الموجودين لا زالوا موجودين، ولكن قل الاجتماع. كانت هناك جمعيات. نعم. للفن، سواء للمطربين او للشعراء، كانت تجمعنا خيمه، وكان طبعا حتى مرات لما يجي الشعر نسوي قصيده في العيد، ممكن نحن 4-5 شعراء، يعني كل واحد يقول شطر شطرين. نعم. تحتم القصيده ونزلها في الإعلام، سواء عن طرف الجريد المقروء أو المسموع أو المريء. الحين الخيمة هذه استوت، الحين الخيمة وجات فترة ركود للشعر في الإمارات، ولكن بجهود من أصحاب السمو طبعا شعر المليون أحياء التراث، يعني فعلا أحياء. صحيح. أحياء الشعر بطريقة جميلة. نعم. ونظرة صاحب السمو سيد الشيخ خليفة بأحياء طبعا قراء الكتاب
فالحين الحمد لله يعني رد الشعر الى يعني تقريبا انه احسن يعني احسن من كان. جت فتره ركود في الشعر. نعم. ركود جدا، حتى نحن كثير يسالون علينا يقولون اختفينا. احنا مقدم يعني قدمنا ما يقارب عن 25 عمل وطني مغنى في التلفزيون. نعم. وابتعدنا عن الساحه لان الساحه صارت يعني مو مثل الاول، ولا الشعر صار مثل الاول، كان صار الشعر طبعا كان كان قبل المطربين وانا احد كتاب المطربين الكبار ربيع المنصور اتكلم بهذا الكلام مسؤول عنه. كانوا يجوني للبيت يسألون عن القصيدة، إذا كانت القصيدة جميلة كانوا هم يبحثون، هم اللي يبحثون القصيدة الجميلة. نعم. اليوم صارت القصيدة هي مادة، يعني شو أقول لك، يعني في اختلاف كبير، صار الشعر تجاري أكثر مما يكون. أكيد أكيد. وحصري على في قنوات حصري يعني في شركات. بالحديث عن الشعر الحين إحنا صرنا نبغي نسمع، تشوقنا نسمع من 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 كلامك الطيب الشاعر إذا بتسمعنا قصيدة. والله أنا بقول قصيدة بمناسبة طبعا الحين في مناسبة، يعني مناسبة تفرض إن الواحد يكتب فيها تفضل ويقول فيها كلنا هذا نصاب. أنا كتبت قصيدة هي شاملة وطنية وتهنئة، فأقول فيها العيد جانا، العيد جانا وشرقت شمس الآمال، وتنفست أحلى الورود بشداها، وغنى الطيور الحب للدار موال، والبلبل الشادي يجاوب نداها، لأجل الوطن هذا التعابير ومثال، من خاطر صافي وفكري نشاها، بقدوم عيد له تباهيج وطلال، هاضت مشاعر فرحتي ومعناها، بقدوم عيد له تباهيج وطلال، هاضت مشاعر فرحتي ومعناها، هنيت هنيتنا فيه النشامة والأبطال، في برها في بحرها في سماها، وقواتنا للعز تسعى بالأعمال بالعلم والتخطيط قايد وراها، وحن درعها حن ذخرها يوم الأهوال، نقوم بالواجب ونحمي حماها، في ظل شيخ له مع المجد منزال، أرسى دعايمها وأسس بناها، فذ حكيم وافيا ذرب الأفعال، باذل جهود وما رخص في عطاها، قايم بواجبها ويصنع بها رجال، في كل محفل ينذكر مستواها، الحق حق وكلمة الصدق تنقال، إن الوطن بعيال زايد اتباها، ترخص لها الأرواح والجاه والمال، مهما عطينا ما نوفي عطاها. نوفي عطاها، صح الله لسانك، شهد انك صادق. نعم، مهما اعطينا ما نوفي عطاها، هذا هو حب الوطن، هذه هي الرساله اللي هذه هي هذا نموذج من نماذج يمكن ايصاله من الرساله، هي تهنئه، هي فخر، هي يعني معايده. دائما يعني الشاعر هو واحد من يعني ابطال اي قبيله في هذه الايام، واليوم هو يقول كلمته ويدافع عن وطنه ويهنئ بالعيد ويشارك في الفرح ويشارك ايضا في الحزن، الله يبعد الاحزان عنه. الشاعر صفي سامحيني يعني كل الناس ممكن انها تقول الشاعر ممكن من خلال قصيده انه يلامس بشكل مباشر من خلال كلماته. صحيح، ممكن يغير حتى موقف أو يثبت موقف معين، صح أستاذ ربيع؟ يعني أنا لاحظت الآن يعني أنك أنت متمسك حتى اللحظة بالأوراق، مع أن في كثير ناس طلقوا الورق وقاموا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وتليفوناتهم في كتابة قصائدهم. يعني علاقة الشعر اليوم بهذه الوسائل الحديثة، وهل فعلا هو ساهم بانتشارها أكثر ولا مثل ما تفضلت؟ هو ساهم بانتشار، يعني نعم. هاي فعلا يعني التواصل الاجتماعي ساهم بانتشار القصيدة، يعني شيء يعني شيء مفروغ منه، ولكن أنا هاي قصيدة كتبت ليش الشيء إلا العيد وتهنئة. نعم. لقواتنا والقادتنا وإلى شعبنا. نعم. لك أيضا قصائد مغناة مثل يعني مثل ما نعرف اليوم، يعني الأغنية وكيف أنها تساهم في نشر هذه القصيدة، حدثنا عن تجربتك في هذا الجانب. والله الأغنية طبعا الأغنية هي أسرع شيء انتشر الأغنية. نعم. طبعا الأغاني قديمة انتشرت ووصلت يعني فأقول انتشرت على مستوى الوطن العربي، وانا كثير من الفنانين اللي غنوا لي، يعني حتى الفنان المصري ايهاب توفيق وفنانة مصرية غنت لي، وفنانين الامارات تقريبا يعني ما اقدر احصرهم كلهم يعني تقريبا. اذا ممكن تخبرنا عن شيء من الاغاني الشاعر؟ كثير اغاني غنت، انا اكثر اغاني وطنيه، وتقريبا اشهر اغنيه غنت لي هي دنيا اللي غناها الفنان عبد المنعم العامري. نعم. دنيا اخذت فرحي اخذت عمر السعيد. نعم، هذه من الاغاني اللي وصلت يعني انتشار وغناها كثير من المطربين. نعم. دنيا دنيا. نعم. نعم. هل هناك مشاريع الان معينه تعمل عليها مع احد من الفنانين؟ والله لي عمل يعمل موجود حاليا في الساحه، واخر عمل كان مع الياز محمد، الليل في عيني متاهات، هاي نزلت، والفنان سعيد الخميري واللي تعامل مع الفنان حبيب الياسي، وايضا اعمال عند الاستاذ فايز سعيد، واعمال عند الاستاذ عارف الزياني الملحن البحريني. نعم.
أعمال كثيرة يعني إن شاء الله بتنزل قريب إن شاء الله. طيب مع الأحداث اللي حاصل الآن في المنطقة بشكل عام، شو هو الدور اللي ممكن يلعب الشعر في تحفيز، تحميس، نشر وعي؟ شو هو الدور اللي ممكن يلعب الشعر الآن في مثل هذه الأحداث اللي حاصلة على مستوى العالم العربي؟ الشعر هو طبعا الشعر هو حافز قوي ودافع قوي، دافع معنوي جدا قوي يعني، والشعر من أيام الفتوحات الإسلامية كان مشارك طبعا مشارك بقوة، فأعتقد أنه أكبر قوة أكبر دافع معنوي هو القصائد الحماسية، ويجب على شعراء دولة الإمارات العربية أن يساهموا بهذا الشيء، ونحن يعني تقريبا ساهمنا بأكثر من قصيدة، وإن شاء الله يعني نقول نحن بعد مقصرين، ولكن الشعر هو أكبر حافز للشخص يعني، تعرف أنت الشعر سبحان الله يعني. نعم. حتى نحن في الميادين ولا في أي شيء تسمع أنت ولا في الركض ولا في شيء سبحان الله يعني الإنسان تحصله تلقائيا تهيض القريحة الشعرية. نعم. تهيض نعم على نعم. حسب الموقف. نعم. وهذا ربما اللي يميز الشاعر، بأن الشاعر دائما يعني أحاسيسه هي اللي تحركه اللي تخليه يكتب الكلمة، لذلك تصل الكلمة إلى القلب بشكل سريع. نعم. نعم. أيضا ذكرت أنه يعني كان في فترة خفوت نوعا ما مثل ما يقولون. نعم. للشعر الإماراتي، بس عقب رد توهج مرة أخرى بسبب يعني الكثير من المبادرات اللي قدمتها حكومة دولة الإمارات، على سبيل المثال مثل ما ذكرت برنامج شاعر المليون، وأيضا ذكرت موضوع عام القراءة اليوم. يعني أيضا أنت كشاعر كيف تنظر لمثل هذا القانون، وكيف هذا القانون أيضا خدم ودعم الحركة الشعرية في الإمارات؟ هو طبعا هذا شيء جزء من الثقافة والقراءة والاطلاع على الإنسان، لما يكون مطلع يكون طبعا يكون سبحان الله حتى من الناحيه الامنيه تعطي الانسان انطباع يعني وعي. نعم. وهذا الامن هو حس وعي، والشعر الشعر يعني الشعر مشارك في كل شيء، في ثقافه البلد، في تراث البلد، في مرتبط بكل شيء تحصل الشعر مرتبط. نحن نطمع بأن نسمع منك المزيد من القصائد الشاعر ربيع المنصوري، ولكن بعد ما نأخذ هذا الفاصل مشاهدين نرجع لكم لنتابع حلقتنا لهذا المساء. أبوظبي والإمارات. السؤال يقول: بوش المجموعة العلمية المتقدمة وعد الوثبة الشامخة بنت الشاهينية الشهامة غادة الحذرة الياسية وأم جحال من أي سلالة تنحدر؟ 1 جبار، 2 شاهين، 3 ظبيان. عشان تربحوا يعني بكرة أو قعود من نسل بنات جبار، ما عليك إلا أنك ترسل رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية. كيف تبدأ يومك؟ كيف تقضي نهارك؟ وكيف تقضي ليلك؟ كيف ما تاكل؟ وكيف ما تشرب؟ كيف ما تكون الصحة؟ كيف الصحة؟ الأربعاء في هذه الأوقات على قناة أبوظبي.
المعلومة الدقيقة تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح، ولأن القرار الصحيح يدفعك للتقدم، والتقدم هو ما يميزنا، فلا بد أن تأخذ المعلومة من أدق مصدر لها. فمن أدرى بعلوم الدار من أهلها. نشرة إخبارية تستعرض آخر الأخبار والتطورات داخل دولة الإمارات من أحداث راهنة ومستجدات في شتى المجالات. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام، وهذه علوم الدار من مركز أخبار قنوات أبوظبي. علوم الدار يومياً على قناتي أبوظبي والإمارات. الأساتذة اللي رافقونا في هذه الحلقة، حلقة روح الاتحاد، حلقة عيد الفطر، يعني ذائقة موسيقية جميلة جدا مستمتعين بها، من الأستاذ محمد عثمان والأستاذ توفيق زريق وأيضا الأستاذ جورج صليبة من بيت العود، كل الشكر لكم. وعودة مرة أخرى عبد الله لضيفنا الأستاذ ربيع المنصوري. بنبدأها بقصيدة، كنا طالبين قصيدة. إيه نحن بنبدأها بقصيدة، وهو كان يفكر يا بنبدأها بقصيدة غزلية. غزلية نعم، غزلية غزلية كل زين. نعم أقول حبيبي حبيبي غيبتك هزت كياني، وخلتني أعيش إنسان ثاني، كأني ما خلقت إلا الحزني وحزني ما خلق إلا عشاني، كأني ما خلقت إلا الحزني وحزني ما خلق إلا عشاني، تداعت بالليالي يا حبيبي وليل شباحها ثار وغزاني، كأني حاكم التوقيت فيها أريد فراقها والغي زماني، إذا شفتك تعارضني وتطرد مراسيلك وتسلبني حناني، أشوفك وترجى فيك طيفك، يبلغك اشتياقي وامتناني، مصيبة غيبتك وأكبر مصيبة، أفكر فيك وتألم وعاني، أجامل من يواسيني ولكن إذا جيت ابتسم دمعي عصاني، أجامل من يواسيني ولكن إذا جيت ابتسم دمعي عصاني، وعيش بغربتي مسلوب عقلي وقلبي، لو بغيت أهدى عزاني، أحبك قلتها من كل قلبي وجداني وصورها معاني، أحبك كل شي فيني نطقها أنا وقلبي وحاسيسي ولساني. ما تشوف شر صح الله لسانك الشعر يا رب إن شاء الله يستاهل، بس كنا نرمس يقول لك دائما الشعر يقولون ما لا يفعلون، هذا مش معنى لا ما صدق لأن في إحساس مبين يعني صراحة صح لسانك أستاذ ربيع. كنا نتكلم أنا وزميلي عبد الله قبل شوية معك عن موضوع الشعراء الجدد، لازم نطرح هذا السؤال يعني، وهل في قطيعة بين ما بقول الشعراء الجدد لكن خلينا نقول الجيل الجديد، الشعر الحديث، الجيل الجديد عموما الحديث، يعني هل يزال يتذوق الشعر النبطي؟ طبعا أنا قلت لك يعني في البداية الشعر يعني كان قبل كان الفنان هو اللي يبحث على القصيدة على الكلمة الحلوة أساس توصل، الحين بالعكس الشاعر هو اللي يبحث على الفنان وهو اللي يدفع للفنان أساس إنه يسوق قصيدته، لأن قصيدته لو وضعت وزنة ميزان القصيدة ما راح توصل أي مكان، ولكن هو ينفق على هذه القصيدة عشان أنه يوصلها بأي طريقة.
ولكن مثل ما تفضلتوا أنتوا الحين قلتوا طريقة الحلوة هاي اللي هو التواصل الاجتماعي، هذا نشر ساعد في انتشار في شعراء، شعراء من الحداثة، شعراء 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 ونثني عليهم يعني جزلين يعني جيدين يعني ما يعني هذا كل الشعراء، بالعكس في شعراء طلعوا شعراء ما شاء الله في الساحة يعني شعراء جميلين، ومن ضمنهم شعراء مخرجي شاعر المليون يعني شعراء جيدين نشهد لهم بالشهادة. ولكن حداثة الشعر هو الكلمة، هو القصيدة هي فكرة، القصيدة متى ما وصلت بالفكرة اللي بها الشاعر ورسمها، مثل الشاعر لا يختلف عن الرسام، الرسام يرسم لوحة والشاعر يرسم قصيدة. صحيح يرسم بالكلمة. نعم. طيب ماذا عن التذوق نفسه الآن المتلقي؟ هذا المشكلة، المتلقي الجديد، المشكلة في القصيدة، المشكلة في التذوق المتلقي. الحين صار أي شيء ينقبل يعني أي شيء، سبحان الله يعني في قصائد والله العظيم لك تنذهل لما تسمعها والناس ترددها ويقول لك مكسر السوق وتستغرب يعني. ممكن هذا عشان كذا نحن أخذنا حيز، لأن نحن واثقين أن في يوم الأيام راح يرد، يرد كل شيء الأصلي يعني سبحان الله كل شيء يرد لطبيعته، والكلمة الحلوة هي ظل موجودة سواء تغنت أو نشرت أو ما نشرت أو وضعت حتى لو بعد ما مات الشاعر يعني ممكنه يحتفظ قصائده، ممكن في يوم الأيام توصل لأنها قصيدة حقيقية، قصيدة من القلب، أصيلة من القلب إلى القلب. نعم. بس اختلف يعني إحنا لما نقول يعني اختلف وزن الكلمة لما نقول يعني لما قاد الفيصل قال من بادي الوقت وهذا أكيد هذا طبع الأيام يعني هذه عندك قصيده، قصيده ثانيه عندك المستريح اللي من العقل الخالي ما هو بلجات الهواجيس الله غطاس محمد سدير يعني لما تشوف وزن هذه الكلمات وزن ما هو موجود الان في السوق هناك اختلاف كبير جدا جدا جدا. هذا اللي شعرنا نحن تعلمنا منهم قرينا لهم، انت الحين الشاعر يجب على الشاعر ان يقرا 20 قصيده على اساس القصيده، بس شرط ان تكون قصيده بمعنى قصيده. نعم. نحن ما شاء الله يعني عندنا شعراء فطاحل يعني في الامارات يعني كانوا راشد الخضر نقرا لهم، وعندك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والمغفور له سيد صاحب السمو الشيخ زايد الجمر يعني شعراء كانوا لهم 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 لهم, لهم وزنهم ولهم مكان المنصوري يعني شعراء يعني انت تقدر تستفيد من صحيح. نعم. فالشاعر اللي انا مدارس مثل ما يقولون في مدرسه. نعم. مدرسه لكن واللي يحفظ واللي يقول تسامحيني من حفظ ألف بيت صار شاعر اكيد. نعم. من هذه القصائد يصير شاعر، وانت يجب عليك تقرا 20 قصيده على اساس قصيده يعني تكتب قصيده معناها انت تقرا محمد سديري خالد الفيصل شعراء عشان تقدر تكتب. نعم. شيء يليق بالذائقه. صحيح. الشعريه. زيد سؤالي عن عزلتكم انتم ذكرتم ان انتم عزلتوا موهبة انت تنميها. نعم. انت كيف تنمي هذه الموهبه بالقراءه وبالاطلاع؟ صحيح. الم يساهم انعزالكم انتم من الشعراء يعني اللي سبقوا هذا الجيل في مثل هذه الفوضى الشعريه اليوم؟ ما تبجاوب ولا يعني انعزالكم أنتم كشعراء سبقتوا هذا الجيل، إن أنت قلت نحن انعزلنا عنهم شوية في ظل هاي الفوضى اللي صارت حاليا يعني، فهذا الشيء مو هو سبب ممكن من الأسباب أن انتشر هذا الغث أيضا في الساحة؟ والله ما أنا أقول لك يعني الشاعر اللي يكتب القصيدة هي عصارة عن نفسه، تعتبر عصارة عن نفسه كل قصيدة عجزة عليه، فيحز على نفسك أنك تسوق قصيدتك في الزحمة هاي اللي ممكن تندثر ما تنسمع، أفضل لك أنها تقعد. طيب نقدر نسمع شيء آخر؟ أسهر بعيني وشعل الود قنديل، قنديل واجلس على قلبي مقرك كياني. أسهر وأنا بعهد الأنس والليل يجمع لك نجومه شموع ومعاني، تعزف لك أشواقي غرام ومواويل يشدو بها قلبي وشوقي أغاني، والبحر أعصاره جنون وتهاويل ومنشان عينك صار شط ومواني. الله. البحر أعصاره جنون وتهاويل منشان عينك صار شط ومواني، واحذر تكلمني عن البعد والويل ولا تخليني حبيس الأماني، أنا معك رغبة دروب ومواصيل وانت معي حلمي حياتي حناني، انت الغلا كل الغلا والمحاصيل واغلى هدية نلتم زماني. صح الله لسانك. صح الله لسانك. طيب ماذا عن يعني شيء وطني؟ أحس يعني إحنا عندنا فرحة وطنية اليوم أيضا يعني بوجود سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة. يقول بديت بك يا الله يا حي رحمن يا مطلع الأسرار والكون بيده، يم كون الأشياء وعنده لها شان عظيم سبحانه، خلق ما يريده جل جلاله رافع العرش سبحان سبع بسطها، والجبال الركيدة قال الذي في بدع الأمثال فهمان، يعرب معانيها وينقى قصيده يختار منها ما حلاله، وما زان من أجلكم يا شيخ عد النشيدة والمدح والتمجيد يا شيخ عرفان لأهل الكرم وأهل العقول الرشيدة، الشيخ العروبة خليفة
خليفة أبو سلطان إماراتنا بحماه صارت سعيدة أحيا تراث الجد في كل ميدان أحيا جديمة ثم موثق جديدة والسابقا بنات عرجة وصوغان هجن أصايل من عصور تليدة وشيد مبانيها الحضرا وبدوان عمرخة عقب الحياة النكيدة حول صحاريها بصياتين وجنان في ظلكم يا شيخ سارت فريدة سبع درر وانت لها خير ربان قدت السفينة عد دروب المجيدة وسست جيش على العقيدة والإيمان درعا حصينا ما يفتت حديدة برا وجوا يردعوا كل عدوان شجعان أبطال الحروب الشديدة وقوات بحرية للفخر عنوان رفرف علمها في محافل عديدة بقيادة المغوار صبة نهيان خليفة خليفة عسى الله يزيده وعندي على قولي حقايق برهان سطر لك التاريخ أشياء عديدة يا عزوة المحتاج يا عزوة المحتاج يا عول الإنسان يا غيث يعطي كل من مد بيده يلي شمل خيرك مواطن ومن كان مقيم في الدار الحنون السعيدة الله الله شدنك صادق صح الله سامك صح الشاعر الله. طبعا القصيدة لها وزنها القصيدة لها أثرها القصيدة لها يعني الكثير من الرسائل ممكن أن تبعث من خلال أبيات بسيطة وأحلى القصائد اللي تقال في الوطن تقال يعني في مثل هؤلاء القادة الكرام الله يحفظهم ويطول بعمارهم إن شاء الله شكرا لك أسعدتنا جدا يعني شاركتنا هذه البهجة فرحة العيد بهذا الشعر الجميل أستاذ ربيع المنصوري شكرا لوجودك شكركم وأتمنى أني كنت ضيف ظليل خفيف الظل عليكم خفيف ظل ثقيل مقدار الله يطول الله يشكر ما قصرتي الله يسلمك سعدنا بوجودك معنا إذا من الشعر إلى أيضا المعارض المختلفة اللي تقام يعني في طول أيام السنة وبمناسبات مختلفة هناك يعني معرض أيضا تم تنظيمه وهو بازار رمضان الفني للسنة التاسعة على التوالي وبيمتد لشهر يوليو وهذا المعرض هو معرض جماعي يشمل 27 فنان تشكيلي عبد الله والجدير بالذكر أن تم تخصيص 10% من يعني المبيعات لدعم جمعية الإحسان الخيرية مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض هذا التقرير المعرض بدأ مع بداية رمضان وإن شاء الله بينتهي في شهر 7 هالمعرض نحن نرتبه كل رمضان وهذا التاسع أول مرة نرتبه في دبي عادة نحن ننظم المعرض في أبوظبي وحبينا أن نجرب دبي لأول مرة عندنا 27 فنان من مختلف الجنسيات كل فنان أقل عمل عنده كان عملين قصص الأعمال الفنية اللي حط أشياء دينية اللي حط أشياء يومية الأشياء اللي حط يعني أشياء بس فيها مشاعر تزامنا مع عام الخير فاليوم نحن عندنا اليوم مخصص فيها المبيعات 10% من المبيعات لجمعية الإحسان الخيرية في الشارجة هو المعرض بقى له 9 سنوات بس دي أول مشاركة لي أنا مشاركة بأربع لوحات معظم لوحاتي بفضل فيها المدرسة التعبيرية بس أنا السنة دي شاركت بلوحة عن المدرسة التعبيرية وثلاث لوحات عن الخط العربي والتصميم أنا شاركت في 4 أعمال الأعمال مواضيعها مختلفة في منها حكيت عن العمارة القديمة داخل فلسطين في كمان العمارة القديمة داخل الموجودة في دولة الإمارات وكان في تشكيلة حلوة يعني داخل من خلال اللوحة طبعا محظوظة ان انا شارك فيه وسط فنانين كتير من كل الجنسيات وباعمال كلها يعني رائعة وفيها فرايتي كتيرة جدا بتكلم عن حاجات كتير عندي اللي هي لوحة اسمها باروت ديت اويل بينتينج مختارة فيها الوان تكون صريحة وواضحة جاية من الطبيعة وفي نفس الوقت تكون الوان بتشد النظر اكتر
حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من روح الاتحاد، وكنا نتكلم أيضا عن الأشخاص اللي هم الجنود المجهولين. صحيح. اللي يبذلون الوقت والجهد خاصة في مثل هذه الإجازات والزخم اللي يصير فيها والزحام اللي يصير فيها دائما، فهؤلاء يعني مثل فرق وطنية مستعدة دائما لأي ظرف طارئ، يعني لا سمح الله أنها تكون محضرة خططها حتى تكون يعني على أتم الاستعداد لمواجهة أي حدث يحصل. هي الطرق والمواصلات يعني تجهز الطرقات والشرطة تتأكد من تنظيم السير، وأيضا يولي إسعاف دبي اهتمام كبيرا جدا بكافة المناسبات، فبخلاف جاهزيته في الأيام العادية يضاعف من استعداداته خلال المناسبات. خلونا اليوم نتعرف على هذه الاستعدادات مع ضيفنا عبر الهاتف سعادة خليفة بن دراي، مدير تنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. مسيت بالخير وعساكم العايدين الفايزين. الله ان شاء الله، الله يمسيك بالخير اخوي عبد الله واختي صبيه، وبارك لكم بالعيد الفطر سعيد، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب سعادتك. وانتم طيبين طال عمرك. طبعا يعني الاسعاف عاده هو جاهز ومستعد طول ايام السنه ما شاء الله لاي شيء، لكن بالمناسبات يصير هناك ايضا تركيز جهود اكبر ومضاعف. خلينا نتحدث عن الجاهزيه هذه السنه في وقت العيد. مثل ما ذكرت اختي صفيه، طبعا نحن في مؤسسه دبي لخدمات الاسعاف نغطي على مدار الساعة من 93 نقطة إسعافية في إمارة دبي، بداية من حتى أو فقع بالاتجاه إلى العين أو جبل علي بالاتجاه إلى أبوظبي، بالإضافة إلى تقطيع إمارة دبي اللي هي ديرة ومنطقة بر دبي، هناك إسعافات يعني على مدار الساعة في الأيام العادية، بس نحن تجهيزاتنا في أيام الأعياد وبالأخص يعني الأعياد اللي هي تكثر فيها التجمعات في المراكز التسوق أو المولات أو الشواطئ أو أي مكان فيه تجمع أو الحدائق، نحن نكون على أهبة الاستعداد. طبعا استعدادنا هي استقبال العيد الفطر على مدار الساعة، يعني بالأخص بداية أول الصباح جميع المساجد اللي تقدم صلاة العيد أو المصليات نكون متواجدين على مدار الساعة. بالحديث عن هذا الموضوع سعادتك، يعني تقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة، شو هي المناطق اللي تشمل هذه الخدمة؟ كل الخدمات، يعني نحن عندنا 23 خدمة تخصصية. نعم. من نقل المرضى أو الحوادث أو الحوامل أو الأوزان الثقيلة، يعني مثل ما قلت، وخاصة يعني هناك خدمات جديدة إن شاء الله بتنزل بعد العيد اللي هي المستجيب النسائي، يعني يمكن هاي خدمة جديدة. نحن عندنا إسعاف الحوامل، بس نحن فكرنا ليش ما نخصص إسعاف خاص للنساء والأطفال، ونركز النساء خاصة يعني الخصوصية، نخلي مسعفات في سيارة المستجيب، مش سيارة إسعاف، لا مستجيب اللي هو فيرست ريسبوندر. نعم. يعني هاي سيارة توصل قبل سيارة الإسعاف، وانت ما الإسعاف تكون من الخلف وإذا في نقل يحتاج الشخص. مثل ما ذكرت هذه خدمة جديدة وفيها نساء، والسايق بعد عنصر من العناصر النسائية لسوق السيارة، بتكون إن شاء الله في ديرة وفي بر دبي كخطوة أولى، نشوف إلى نشوف الإحصائية أو نقيم فعالية هذا القرار. نعم. 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 موفقين إن شاء الله. طيب نتحدث أيضا سعادتك عن أهم إرشادات الأمن والسلامة، وخاصة في يعني أيام الأعياد بالنسبة للجمهور، شو هي أبرز الأشياء اللي لازم يتبعونها؟ طبعا أهم شيء عندنا الحوادث، يعني نحن ننصح بعدم يعني السرعة، كذلك الأشخاص اللي يقدمون أو اللي يحتاجون طلب الإسعاف على أساس إنه يكون أول شيء لما يتصل بغرفة العمليات شرطة دبي 999
يعني يعطينا العنوان الصحيح أساس أنه نوصل للمبلغ. كذلك لما يتصل عدم الانشغال تليفونه أساس أنه في مسعفين موجودين على مدار الساعة في غرفة العمليات، هذين بيعطونا إرشادات عن بعد كيفية مساعدته لين ما توصل سيارة الإسعاف. طبعا نحن الدقائق ثمينة لنا بالنسبة خاصة أمراض القلب أو الجلدات الدماغية. نعم نعم. شغلة ثانية بعد حبينا نتكلم عنها، اللي هي يعني في العيد سعادتك ودائما في هذه الأجواء يعني يتم استخدام ربما الألعاب النارية والمفرقعات في بشكل ربما غير سليم 100% أو غير صحيح أيضا في أماكن ربما المفروض أن لا يتم استخدامها. فإذا بنتحدث عن هذه النقطة وأهمية توعية الناس بخطورة هذا الموضوع. طبعا الألعاب النارية من أنواع الخطرة، حتى كنا يعني في السابق كنا نعاني أيام شهر رمضان المبارك وتكثر يعني هذه الألعاب النارية الشخصية الأشخاص اللي هم يعني يستخدمونها. أما الألعاب النارية اللي هي عن طريق شرطة دبي أو عن طريق الجهات التخصصية هناك يعني أمان، هناك سيفتي. بس ننصح الجماعة اللي يعني خاصة الأطفال، إحنا ما ننصح إن استخدام الألعاب النارية لأنها خطرة، لأن فيها يعني بأي غلطة يعني يكلف الشخص يعني طلب سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى، وهذا طبعا خطر من، وننصح بعدم استخدام الألعاب النارية وخاصة أيام الأعياد وخاصة إحنا عيد الفطر، يعني الواحد يفرح ما يحزن بعد ما يسمع الأخبار الحزينة. صحيح. طيب سعادتك نذكر مشاهدينا يعني أخيرا بس بطريقة التواصل المباشر، وأيضا إذا ما كانت متاحة عن طريق التطبيقات الذكية. مثل ما ذكرت في رقم الطوارئ 999. نعم. الشخص يتصل ويتكلم مع الأشخاص اللي موجودين في غرفة العمليات ويعطيهم العنوان ويعطيهم المعلومة الصحيحة، وما يكون متسرع ويسكر الهاتف على أساس أن احنا مجرد أن ناخذ عن المعلومات ومن ثم يطال للمتابعة نبغى نعرف شو الحالات اللي عنده أو شو الحال اللي موجود على أساس أنه كأنه هو مسعف ويعطي إسعافات الأولية قبل ما توصل سيارة الإسعاف، ومن ثم لما يعني طبعا احنا ما نقول له عالج وما نقول له لا، نعطيه الإسعافات الأولية لين ما توصل سيارة الإسعاف، وإن شاء الله إن شاء الله ما يعني ما هناك يعني لين الحين لين يعني وأنا أتكلم معاكم الحمد لله هناك ما في حوادث والأمور طيبة. اللهم لك الحمد، الله يديم إن شاء الله الأمن على الجميع، ولكن من باب الاحتياط سعادة الرأي هل يمكن طلب سيارة إسعاف من خلال التطبيق الذكي اللي موجود على الهواتف الآن؟ هي ممكن وبس بيتصلون فيه عن طريق الغرفة على طول إن شاء الله يعني ممكن يتواصل وياهم وبيعطونا يعني أو نعم المقصد. بس مثل ما قلت لك يعني أوكي السيارة بتوصل له، بس لازم المسعف اللي موجود في غرفة العمليات لازم بيتصل فيه وبياخذ المعلومات عن اساس انه نجهز المسعفين اللي رايحين له. نعم. اللي في سيارة الاسعاف يعرفون شو كيف الحاله، يتعاملون مع الحاله بدون ما يضيعون اي وقت. ممتاز عليك نور. اي نعم. هي جزاك الله خير. جزاك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. يا عبد الله. شكرا لك سعادة خليفة بن دراي مدير تنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، يعطيكم العافية. وطبعا أهمية موضوع الدقة في نقل المعلومة عند صحيح. الاتصال وطلب الاسعاف، وايضا وايد حبيت خدمة المستجيب النسائي، اكيد بتخدم شرائح كثيرة كبيرة في المجتمع. نعم. خصوصا بأن الشعب يعني مجتمع الامارات مجتمع محافظ ويحتاج الى مثل هذه الخدمات. وايضا يعني نقطه مهمه جدا بان يعني لازم المستجيب الاول يكون على كامل الاستعداد لاستقبال هذا الموضوع. مكملين معاكم مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. أبدا عن خطواتنا من أجل طموحاتنا وآمالنا، وإننا ندعو المواطنين إلى التفاني في حب هذا الوطن وخدمته وتحمل المسؤولية على الوجه الأكمل ومضاعفة العمل من أجل خير المواطن وأهله ودولته.
وقبل هذا كله الإيمان بالله، داعيا الله أن يلهمنا جميعا التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه. تشرق الشمس فتعلن ميلاد يوم جديد، ويشع دفء الدار في قلوبنا صباح النفوس المشرقة بروح الأمل. والعيون التي تروي حكاياتنا صباح بلون الحب، لون الوطن. من العايدين طيلة أيام العيد في هذا التوقيت على قناتي أبوظبي والإمارات. جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الأوليين يظنون أن الياهل اللي ينجو من الموت والأمراض الشديدة، واحد لازم يتسمى بعتيج، اثنين يتسمى بساري. عشان تربح ويانا 10,000 درهم نقدا، ما عليك إلا أنك ترسل رقم الإجابة الصحيحة على الأرقام التالية:
الأساتذة اللي عزفوها لنا من بيت العود رجعت لي ذكريات السحور في رمضان. نفس الموسيقى اللي ممكن نسمعها، موسيقى شي هادية فيها. أنا صرت عند شهرزاد وشهريار. السحور في رمضان. صح صح ديك الصباح. بس بقول لك شيء، يعني شهر رمضان خاصة في السنوات الأخيرة صار من أنشط الشهور في السنة. والدليل إنه يعني ما شاء الله الزملاء، يعني سواء كانوا إعلاميين أو ناس يعني ما شاء الله نشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تلقاهم موجودين في مختلف المبادرات. صحيح. سواء كانت هذه مبادرات مجتمعية أو مبادرات متعلقة بالتوعية والتثقيف مثلا، أو حتى مثل المعارض اللي شفناها قبل شوي في التقارير اللي طافت. صحيح. أنا بالنسبة لي رمضان يعني فرصة للتواصل، لان هنا يعني الدعاوي ما شاء الله موجوده في كل مكان، بس ان تعرفين في على طول السنه يعني نكون مرتبشين وايد مشغولين في الدوام وواجبات الثانيه الواحد ممكن يسويها في البيت، بس في رمضان ربما يعني شوي يخفض ضغط الشغل، فممكن الواحد عنده فرصه انه شوي يزيد في هذه النشاطات الاجتماعيه. صحيح. وهذه المساهمات اللي يمكن يساعد فيها، سواء كان لخدمه المجتمع، سواء كانت لصله ارحام، سواء كانت لزيارات وبعض الظهور الاجتماعي اللي موجود. ف أنا واحد من الأشخاص اللي انتهز هذه الفرصة صراحة. في يعني مرحلة إعادة تأهيل نقدر نقول، وإعادة تهذيب في نفس الوقت للنفس، يعني تستعيد نشاطك شوية مع يعني ابتعادك عن أجواء الدوام والوظيفة اليومية مثلا. نعم. تقدم شيء مثل ما قلت مختلف للمجتمع من خلال هذه المبادرات. وفي ناس ممكن يستثمرون، ما بقول يستثمرون، حتى يستغلون الفرصة هاي عشان يستهلكون أكثر. والله هذا الشيء بعد كان موجود، يعني كان موجود في الكفة الثانية وللأسف في ارتفاع ويعني وازدياد. يعني المقاضي والمشتريات اللي تصير بعد في هذه الفترة، سواء كان في فترة رمضان أو استعدادات الناس حق رمضان واستعدادات الناس حق العيد، السوق يوقف. أتذكر تقول لي إنه حتى ما حصلت باركينج هاك اليوم وروحت ورديت. الناس كانت مبركنة برا ويدخلون داخل مشي من كثر الزحمة. فما أعرف ليش يصير هذا الشيء، هل هناك خطأ، هل هناك سوء ترتيب، هل هناك سوء تقدير، هل في شيء ناقص في هذه المعادلة، ولا نحن ماخذتنا الأطباع وماخذين على اللي تعودنا عليه بأن هذه الفترة لازم نشتري. يعني ما أعرف صراحة. أعتقد أن مثل ما قلت يعني في بداية الحلقة، أن تأثر، قلنا العيد تأثر بطريقة معينة، ورمضان نوعا ما عند بعض الناس تأثر بطريقة أيضا مختلفة. فيها يعني عرض أكثر، استعراض أكثر، فيها يعني استهلاك أكثر، تجارة أكثر. يعني في ناس يعني يستغلون الفرصة أنهم يتاجرون أيضا بأشياء كثيرة في هذا الشهر عشان يجذبون الجمهور والمستهلك. هذه نقطة، شوفي هذه نقطة، العروض اللي موجودة نقطة. النقطة الثانية بعد ما يخلص رمضان زيادة الأسعار، هذه نقطة ثانية. بس على طاري الناس كيف تأطر وقتها وكيف أنها تقسم وقتها في رمضان أو العادات اللي ترتبط مع رمضان أو العيد، يعني في ناس أنا شخصيا أعرفهم كل عيد يغيرون الميلس عندهم في البيت، ومو بشرط يصير تغيير جذري كامل. يعني ربما غيروا زاوية في الميلس، أو ربما غيروا زولية، حطوا زولية جديدة، أو أن غيروا يعني صورة، ولكن يتم تغيير المجلس، وهذه عادة عندهم مع كل عيد لازم يغيرون شيء. ف الموضوع مو كله بس على لبس، مو كله على. صح. لا انا اعتقد هالجانب اللي ذكرته هو ايجابي، ومن الجوانب الثانيه الايجابيه ان انتشار عاده المجالس الرمضانيه. عبد الله ليه لحظه ليش تضحك؟ لاني يوم قلتي المجالس الرمضانيه ذكرت العيد وذكرت البرشام ومالت العيد. صح. على فكره انا قلت لكم في سناب شات ان عبد الله بيخبرنا شو سالفه برشامه العيد. شو برشامه العيد؟ اكتشفت ان عند الشباب الحين يصورون يحطون عندهم جمل المعايدات والرد عليها، وكل واحد عنده في التليفون ويلس تليفون عدال. كلام جد؟ والله العظيم. يعني مو بحافظين ولا شو؟ في ناس بحافظين، في ناس ما يعرف اي جمله تروح مع اي جمله، في ناس. فلاحظت ان في برشامه حق العيد يا اخواني، ان كل عام وانتم بخير، ايامك سعيده، من العيدين الفايزين، الغانمين السعيد، يعني كل هذه. اكيد انت شفت هالنموذج عندك في ميلس من ميالس. شفت. نعم. مو عندي تعليق. خلينا نرجع للميالس الثانيه الايجابيه اللي فيها يعني تدور دائما الحوارات والنقاشات وغيرها. اتصور انت ايضا شاركت يعني في تقديم مثل هذه المجالس الرمضانيه، وحتى ايضا تم تكريم عدد من الزملاء اللي
اللي يقدموا مثل هالنوعية. صحيح صحيح. السنة يعني قدمت فكر مختلف، وعلى فكرة ثقافة. عدد كبير جدا السنة، كان عدد مهول من الناس اللي شاركت صراحة. صحيح. سواء كان من الإعلاميين أو من الدوائر الخاصة أو الدوائر الحكومية، عدد كبير من الناس يعني اللي حضر. حتى في التكريم ما شاء الله وايد طول الموضوع من كثر الناس اللي كانت مشاركة، وبالعكس هذا مد على الفخر يعني يكون هذا العدد كبير. الحلو ان الموضوع لم يقتصر فقط على المؤسسات والجهات. صحيح. الرسميه، وانما ايضا في شخصيات يعني وطنيه وبارزه في المجتمع. هذه الشخصيات يعني ساهمت في هذا الشهر الفضيل، ساهمت في انها فتحت مجالسها بحيث ان تمنح الناس هذه الفرصه انهم يتثقفون ويتوعون في مختلف القضايا. نعم. سواء من خلال انها تستقطب شخصيات أخرى تقدم تجارب، أو حتى إثارة الحوار وإدارته بين الحضور الموجود في هذه المجالس. نعم، وربما يعني هذا الدور اللي لعبناه نحن كإعلاميين في إدارة الحوار في مثل هذه المواضيع، وأيضا ربط الأفكار ببعض والانتقال من موضوع إلى موضوع، وكان له دور كبير صراحة المجلس. الموضوع اللي تكلمنا عنه كان جميل، يعني أشياء كثيرة تكلمنا عنها، وكل سنة كل سنة يصير في شيء معين. نعم. ويصير في نقطة معينة أو فكرة معينة يتم الحديث عنها. أيضا اليوم يرافقنا في تقديم هذه الحلقة مو بأميرة، تحياتنا لك أميرة. طبعا يمكن تشوفنا من البيت الحين، رافد زميلنا رافد الحارثي، ما نعرف وين موجود الآن، شو محضر لنا في هاي الفقرة القادمة. عيل بمبارك له بالعيد، وبرحب فيه، مبارك عيدك أخوي رافد، وكل سنة وكل حول إن شاء الله، وعساك من العايدين الفايزين. أين أنت وماذا في جعبتك عزيزي؟ عجبتني هجعبتك عبد الله. يا مرحبا فيكم مشاهدي الكرام، وايضا زملائي الاعزاء في الاستديو، نرحب فيكم ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وايضا كل عام ومشاهدي الكرام بخير وصحه وعافيه في هذه الايام المباركه، ايام الفرحه، ايام البهجه، ايام السعاده. انت ذكرت موضوع مهم جدا، اهميه المجالس والحوارات اللي تكون فيها دائما وابدا، ويمكن وربما يعني انتهينا من شهر رمضان، هذا الشهر اللي يعج ما شاء الله كل مجلس من مجالس دولة الإمارات بالمجالس اللي لها فائدة، ومثل ما يقولون المجالس مدارس يعني لتعلم الكبير والصغير والمرأة، أيضا أهمية هذه المجالس والمواضيع اللي يعني تطرح في هذه المجالس. طبعا أنتم كم هنيتوا، ونحن أكيد نكرر ونعيد نهني لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العيد، عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليوم والبركات. واليوم نحن أيضا متواجدين في أحد المجالس المهمة والرائدة والمجالس اللي انطرحت فيها مواضيع مهمة. مجلس اليوم متواجدين فيه في مجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، راح نتناول معاه عن أهمية المجالس وما هي المواضيع أيضا التي طرحت في هذا المجلس العامر في شهر رمضان، وأهمية المجالس أيضا لكل أبناء المنطقة وأبناء الحي اللي موجودين فيه. طبعا راح نستكمل معاكم بعد قليل مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، لكن نرجع للاستديو ان شاء الله نستكمل معاكم هذه الفقره. شكرا لك اذا زميلنا رافد، وبنرجع لك ان شاء الله بعد دقائق عشان نتواصل في هذه الفقره. اما الان يسعدنا ان نستضيف الاستاذ خالد بن تميم، رئيس اللجنه المنظمه لحمله رمضان امان، مؤسسه سوشيال هاب للفعاليات المجتمعيه. نرحب بك في روح الاتحاد، وكل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه، ومشكورين على الاستضافه. الله يسلمك. طبعا انت ضيف دائم معنا اخوي خالد، ان شاء الله مليت شكلك. لا لا الله يسلمك، شرفنا. احنا اخوي نتلاقى معك في الاستديو برا الاستديو. نعم نعم. الله يسلمك. طبعا يعني ما شاء الله مبادره رمضان امان اللي للاسف ما قدرت طبعا اشارك فيها. نعم. لظروف كل سنه صفية توعد انها بتشارك وما شاركت. بس يعني فخوره جدا باللي اللي تقدمونه، وايضا مشاركه ومساهمه الزملاء ما شاء الله يعني كانت جدا واضحه وفعاله. خلنا نتكلم يعني عن حصاد السنه في 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 هذه الفعاليه، النتائج اللي ظهرتوا بها. يعني زين، انا اظني ما يحتاج أقول نبذة عن المبادرة، أنا خلاص تقريبا 6 سنين والناس عارفينها، بدخل على طول في الإنجازات. نعم. حملة رمضان أمان طبعا هي من تنظيم جمعية الإحسان، الحمد لله نحن كملنا 6 سنين. السنة هذه أول سنة نحن وزعنا 40,000 وجبة، وشارك معنا 80 متطوع فقط. وكنا في 3 إمارات. السنة هذه شاركوا أكثر من 14,000 متطوع في الإمارات، كنا نحن في 3 إمارات، بعدين على مستوى الدولة. السنة هذه صارت على مستوى 4 دول خليجية، بالإضافة إلى البوسنة في الإمارات، في السعودية، في الكويت وفي البحرين.
وجميع الدول ماشيين على نظام واحد، شعار واحد، رمضان أمان، واتفقنا كلنا أن نمشي على شيء موحد. وهذا شيء جميل، ربما هذا اللي كان مختلف هذا العام. نعم. لأن يعني أتذكر الفيديوهات اللي حطيتوها وشفتها، وين وصل الحين مشوار رمضان أمان معاكم؟ إلى يعني شو التغييرات اللي صارت من ست سنين الآن اللي حاصل؟ وشاركناكم عن قرب وشفنا التغييرات اللي كانت حاصلة، ولكن بالنسبة لكم الآن كهيئة تنظيمية لمثل هذه الفعالية، وين وصل يعني مسار رمضان أمان؟ نعم، مثل ما قلت لك الأشياء الجديدة كان اللي هو دول مجلس التعاون واحد منها. نحن سنة عن سنة الشيء الإضافي التوسع اللي يكون، بالإضافة إلى توفير الفرص التطوعية. أنت لما تتكلمين عن حملة في الإمارات قدرت تستقطب 14,000 متطوع. عادة كثير من المبادرات يقول لك لا أنا ما أقدر أتحمل أكثر من هالعدد مثلا من المتطوعين. فنحن كل سنة عن سنة ياسين نطور آلية أن كيف نقدر نستقبل أكبر عدد. السنة هذه الجديد وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة أن الاستخدام يعني موضوع الحكومة الذكية والتقنيات الحديثة، فخلينا جميع المتطوعين يسجلون عن طريق التسجيل الذكي سميناه، عن طريق الإنترنت. يدخل واحد، تسجيل سهل جدا، قبل عن طريق الواتساب والمسجات والرسائل، الحين لا، يدخل النت يسجل اسمه، يختار مثلا إمارة دبي، تطلع له مواقع إمارة دبي، يختار الموقع اللي يبغي، يعطيه لينك جوجل ماب لوكيشن، مجرد ما يضغط عليه حول على ابلكيشن خرائط جوجل، جوجل ماب، يعطيه دايركشن على طول، يروح الموقع، مشرف الموقع عنده مكتوب منو حاضر، يقدر يسوي حضور غياب، يشيك منو حضر منو ما حضر. فالحمد لله التقنية الحديثة هذه ساعدتنا كثير الحقيقة السنة هذه. مشاركة طبعا مثل ما قلتي الإعلامية والشخصيات وتواجد المسؤولين حقيقة لاحظناه السنة هذه، معالي عهود الرومي، معالي وزير البيئة، عدد من الشيوخ، أبناء الحكام، فعدد كبير الحمد لله من الشخصيات شاركوا ويانا في هاي المبادرة. طيب خلنا نتكلم عن مسألة التنسيق، كيف صار يعني صارت عملية التنسيق أيضا في أربع دول مثل ما تفضلت، وأيضا دولة من خارج إطار يعني الوطن العربي، عملية التنسيق، أيضا مراقبة النتائج اللي تصير يعني في هذه الحملة في هذه الدول. نعم، نحن الله يسلمك، أنا بعطيك مثلا مثال على أحد الدول. نحن أغلب تواصلنا طبعا الحملة هي تحت وزارة الداخلية، فصار تنسيق مع وزارة الداخلية اللي هناك، وأيضا عن طريق جمعية سواء تطوعية أو خيرية معتمدة من كل دولة. على سبيل المثال الكويت، جمعية الكويت العمل التطوعي، واللي يرأس الجمعية هذه الشيخة أمثال الصباح الله يحفظها، هي أخت أمير الكويت، هي مسكت الحملة هناك. نفس الشيء عندك السعودية، نفس الشيء عندك البحرين، ونحن قبل ما نتواصل وياهم نطلب تراخيص الأمور هذه، نتأكد من وضعهم، ونخبر أيضا وزارة الداخلية عندنا، وبعدين خاصة يصير التواصل والتنسيق مع وزارة الداخلية ومع الجهة التطوعية بشكل رسمي. يجون عندنا هنا نتفق مثل ما قلت لكم أن آلية موحدة. يعني قوة رمضان أمان الحلو فيها أن طلعت بثيم واحد، يعني نحن نعطيهم الدول ستاندرد معين يمشون عليه. نعم. وفي متغيرات، الستاندرد الأساسي الشعار ما يتغير، طريقة العلبة ما تتغير مثلا، آلية التوزيع، السلام، الأمور هذه. وفي عندهم متغيرات شعاراتهم الخاصة مثلا، بعض محتويات العلبة ممكن يتغير، فهذه متغيرات. فالحمد لله يعني أنا أتوقع عدد المتطوعين السنة هذه على مستوى الدول أتوقع طاف 22,000 ما شاء الله متطوع. في الإمارات 14,000، الدول الثانية لأنا أول سنة فالكميات كانت بسيطة. أنا يمكن ما ذكرت عدد الوجبات، عدد الوجبات السنة هذه 1,000,000 وجبة ما شاء الله مستغرق. طيب إذا بنتكلم عن سوشيال هب وما قدمته سوشيال هب في هذه السنة وفي هذه السنوات. نعم، مؤسسة سوشيال هب هي مؤسسة طبعا مختصة في إدارة وتنفيذ المبادرات المجتمعية. بتكلم عن آخر المبادرات مثلا اللي نفذناها، وأظن جزء منكم شارك ويانا كذلك. على سبيل المثال مبادرة ترمم، ترميم منازل ذوي الدخل المحدود. نعم. وما شاء الله كان في لها إقبال كبير، أنا كنت أبغي 200 شخص يشارك، سجلوا فوق 1,500 شخص. أيضا عندنا مبادرة اللي في رمضان، نفذنا من كم يوم مبادرة Minutes of Giving، دقائق للعطاء، نفذناها لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، مكتب السعادة تحديدا معالي عهود الرومي. سوينا فكرة أن شفنا كثير من الموظفين ما يقدرون يتطوعون بعد الدوام الرسمي. فنحن قلنا بنجيب لكم التطوع لين عندكم. وش اللي سواه؟ كل واحد يدخل المدخل الرئيسي لأبراج الإمارات، طبعا ما كان فقط لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، هم المنظمين معاهم، لكن كان جميع الموظفين في الأبراج. فالواحد مجرد ما يدخل يتطوع 10 دقائق ويطلع فوق على مكتبه. كل واحد يدخل بالطريقة هذه. فالتطوع شو كان؟ نعطينا حن باجة يروح يعبي بوكس. الباجة مكتوب فيها طاولة واحد طاولة اثنين، يروح مواد غذائية، زيوت، عيوش، طحين، الأمور هذه. يعبي يطلع برا يودي للبيكاب،
نقول له عبي لك اربع بوكسات، يوديه للبيك اب، وبعدين نحط له اختياري اذا تحب بعد الساعه 12 الظهر بنطلع نوزعهم على العمال وعلى الاسر مثلا. ممتاز. يقول هي او لا مثلا اذا كان يناسب على حسب عمله. العمليه هذه بس يخلصها بدون التوزيع خلال 10 دقائق، فعشان شيء سميناها مينتس اوف جيفنج، دقائق العطاء. ومثل ما تعرف عبد الله ابراج الامارات يعني جزء كبير من الوزراء يدامون هناك. صحيح. فكان كل ما يدخل يعني وزير نقول له تفضل وياه، ما قصروا الحقيقه، معالي ريم الهاشمي، معالي عهود وعدد من الجهات. نعم، نوجه لهم ايضا تحيه من خلال هذا المنبر. يعني خطتكم القادمه، ما هو القادم من مبادرات؟ نعم، في مبادرات ان شاء الله قادمه، نحن عاد مره من نصرح لكن ربما. ان شاء الله في مفاجات، ان شاء الله في مبادره ان شاء الله شغالين عليها مختصه في موضوع الكسوه، مش كسوه العيد، الكسوه بشكل عام، وبتكون مفاجاه ان شاء الله للناس قاعدين شغالين عليها. نحن دائما يقولوا لي خالد انت ليش ما يعني ما نشوف لك 20 30 مبادره في شرق الثمانيه؟ يا جماعه نحن على الكواليتي مش على الكوانتيتي. نحن المبادره الوحده نشتغل عليها عادي شهر، بس نشتغل على شعار مثلا. نعم. على لوجو، على سلوجن. نعم. اساس نطلع بطريقه، نحن في مؤسسه سوشيال هاب نبغي نوصل فكره المسؤوليه الاجتماعيه على مستوى مؤسسي وعالي من الاحترافيه، بحيث نقدر نطلع جيل محب للعمل المجتمعي، محب للعمل التطوعي، محب لوطنه. والله يوفقكم، انتم ماشيين على الخطه الصحيحه دائما. وصلنا الى وصلنا معكم الى 14000 متطوع ما شاء الله، فهذا شيء جميل، اتمنى لكم التوفيق دائما. ومش غريب عليكم اخوي خالد بن تميم الرئيس التنفيذي لمؤسسه سوشيال هاب، شكرا لوجودك معنا. جزاكم الله خير ومشكورين على تواجدكم الدائم ويانا في المبادرات. الله يسلمك. نتوقف اذا مع مشاهدينا في هذا الفاصل ونرجع نستكمل ما بقي من هذه الحلقه. تشرق الشمس فتعلن ميلاد يوم جديد، ويشع دفء الدار في قلوبنا صباح النفوس المشرقة بروح الأمل. والعيون التي تروي حكاياتنا صباح بلون الحب، لون الوطن. من العايدين طيلة أيام العيد في هذا التوقيت على قناتي أبوظبي والإمارات. يبحث دائما عن الإبداع والجمال في الشكل والتصميم، يجد في مفردات صنعة يديه ما يمتع العقل ويثمن الوقت، أدواته البسيطة يصنع حلولا بتكوينات مفيدة. إبداعات الأربعاء في هذا التوقيت على قناة الإمارات. على مدى عام كامل سنأخذكم في رحلة مميزة، حيث أهم الفعاليات والأنشطة الترفيهية شاملة ومميزة لكل ما هو جديد في عاصمتنا الحبيبة. فعاليات أبوظبي في هذه الأوقات على قناة أبوظبي. لأن المعلومة الدقيقة تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح، لأن القرار الصحيح يدفعك للتقدم، والتقدم هو ما يميزنا، فلا بد أن تأخذ المعلومة من أدق مصدر لها. فمن أدرى بعلوم الدار من أهلها. نشرة إخبارية تستعرض آخر الأخبار والتطورات داخل دولة الإمارات، من أحداث راهنة ومستجدات في شتى المجالات. أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام، وهذه علوم الدار من مركز أخبار قنوات أبوظبي. علوم الدار يومياً على قناتي أبوظبي والإمارات.
حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من روح الاتحاد، والآن يعني عودتنا مرة أخرى عبد الله لزميل رافد اللي محضر لنا هاي الفقرة. نعم، ننتقل إذن إلى زميلنا رافد مع هذه المقابلة اللي راح نأخذها معكم مشاهدينا من خلال حلقتنا لهذا المساء. رافد تفضلك الكلمة. نعم، مساكم الله بالخير زميلي عبد الله وصفية. نحن مثل ما قلنا لكم قبل شوي نحن راح نكون معاكم في المجلس العامر لمعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. هذا المجلس اللي استضاف العديد من المجالس الرمضانية والمواضيع المهمة التي تطرح والتي تهتم فيها الشارع الإماراتي والمجتمع الإماراتي بشكل عام. يقول كل عام وانتم بخير أبو فارس، وكل عام وانتم بخير والأمة العربية والإسلامية بصحة وعافية. كل عام ورئيس الدولة بخير، كل عام ونائب رئيس الدولة بخير، كل عام وحكام الإمارات وأولياء العهود بخير، كل عام وشعب الإمارات بخير والأمة العربية والإسلامية بخير بإذن الله تعالى. آمين. أبو فارس، يعني يمكن من الأشياء الجميلة والرائعة جدا اليوم العيد، اليوم الإماراتيين بشكل عام يحتفلون بعيدين، عيد الفطر وعيد شوفة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. الحمد لله رب العالمين، والله يعني رؤيا أثج صدورنا والحمد لله رب العالمين. احنا سعداء اليوم ب يعني هذه المناسبة، والشيخ خليفة بن زايد عزيز وقالي عند كل مواطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يمد بعمره ويمنح الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. يمكن من الأشياء الجميلة اللي ذكرناها قبل شوي معاليك أن المجالس الرمضانية والمجالس أيضا في العيد هي من أهم المواضيع اللي تطرح في الساحة بشكل عام، مواضيع مهمة طرحت وتهم الصغير والكبير وكل من يعني يهتم ويحضر هذه المجالس، أهميتها معاليك؟ المجالس مهمة جدا، يعني المجالس لها يعني فوائد جمة، فيها يعني المفكر وفيها الأستاذ وفيها الدكتور وفيها الشاعر وفيها الأديب وفيها صاحب الخبرة، فالإنسان يعني يعني هي تجمع حقيقة يعني عديد من الناس في مكان واحد. صحيح. لو حاولت أنت يعني تعمل إعداد لهذا المجلس هو يأتي بشكل عفوي وتلقائي كما نراه اليوم احنا مثلا في هذا العيد او في رمضان، ما يعني لا تعرف من سيدخل عليك المجلس. ف يعني ينظم حاله بحاله، لكن بين حين واخر نحن نعمل يعني ندوات تخصصيه في جوانب معينه ويسهم فيها يعني فطاحلة من دكاترة الإمارات وغيرهم من الإخوان العرب، ويعني الحقيقة يعني الإنسان يخرج بفائدة كبيرة. أنا حضرت مجلس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في هذا في الشهر الفضيل في رمضان، وكم خرجنا بمعرفة عن يعني دور الإمارات الإنساني في العالم كله، ويعني والهلال الأحمر الإماراتي ورئيسه ومدير يعني الهلال كيف أنهم يعني لهم حقيقة يعني باع طويل في ربوع في كل أرجاء المعمورة، هذه مكانة يعني تصل لنا إلا من كان من خلال المحاضرة هذه والندوة اللي صارت في مجلس الشيخ محمد بن زايد. فنحن يعني نتعلم من نكتسب خبرة من المجالس. نعم أبو فارس، منكم الأشياء الجميلة والرائعة كل شخص له ذاكرة في العيد، اليوم لو نتكلم عن معالي ضاحي خلفان شو الذاكرة اللي تعود به في كل عيد في كل مناسبة عيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ والله يعني طبعا يعني أذكر الماضي لأنه يمكن ربما ما في هذه يعني الإمكانيات موجودة عند الناس مع بساطة الحياة المعيشية كانت، بس كنا سعداء. عمر ابن الإمارات ما كان متدمر، يعني الحمد لله رب العالمين حتى في أقصى الظروف القديمة. فأنا يعني شوف التفاؤل اللي عند حكامنا عند شيوخنا عند محمد بن راشد عند محمد بن زايد عند قادتنا، سببه حقيقة أن الجيل هذا اللي عاش في يعني الماضي يعني وشاف مع قساوة الظروف كانت الناس
يعني تهش وتمش وتفرح وتبتسم. هذه تبقى يعني راسخة في إيماني وفي قلبي وفي عقيدتي، ولذلك أنا دائما من الناس اللي يعني يتفائلون في جميع الأحوال. فيعني هذه الأيام اللي كانت جميلة أتذكرها كيف كانت، يعني مع بساطتها كانت البهجة موجود عند ابناء الامارات. نعم. ابن الامارات عمره ما كان يعني المتذمر، هذا اللي بشوفه المتذمر هذا مش ابن هاي الدار. صحيح. ابدا راعي الدار هذا دائما بشوش ويعني يتوكل على الله سبحانه وتعالى ومتفائل. صحيح. يمكن من الفرحه اللي ذكرتها قبل شوي يعني معاليك، الفرحه ايضا ابناء الامارات يهنون اخوانهم المرابطين على في الجبهات. هذه الفرحه اللي الواحد ما عنده انانيه انه يفرح اليوم مع اهله ومع مجتمعه، لكن يبغي يرسل رساله شكر وعرفان لجنودنا والابطال اللي على في الحد. والله يعني انا يسرني باسمي وباسم كل الحضور هنا في مجلسنا ان نرسل رساله يعني محبه. نعم. ووفاء وأخلاص وتحية، يعني نحن نقف إجلال وتقدير لجندي الإمارات ولضابط صف الإمارات ولضابط الإمارات ولرجال رجالنا رجال القوات المسلحة ورجال أمننا الموجودين والمرابطين يعني في الدفاع عن أوطاننا العربية وعن سلامة أراضي الأمة وسلامة أراضينا عموما، يعني أينما كانوا أبناء الإمارات اليوم يقدمون يعني عمل جليل حقيقة في صون الأمن العام القومي العربي الذي نراه يعني كيف اهتز في يعني السنوات القليلة الماضية، واليوم ولله الحمد يعني تعافى هذا الوضع إلى حد كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوطاننا العربية كلها من موريتانيا إلى أقصى حد في اليمن أن تكون ربوعنا خالية من الإرهاب، خالية من المجرمين، خالية. أنت شفت ما الذي يعني كاد أن يكون في ليلة 29 في الحرم الشريف، الحرم المكي الشريف، محاولة يستهدف هذا المكان المقدس. لا أحد يقول أن هذه الجماعة يعني إسلاميين على الإطلاق، الإسلام بريء من هؤلاء الأشخاص، ولذلك كل الدواعش او يعني النصره او يعني هذه الجماعات الاسلاميه الارهابيه الاخوان او غيرهم او القاعده حقيقه ما هم الا جماعه اشرار يستهدفون امننا واستقرارنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الوطن العربي من هؤلاء الجماعات. امين. معاليك كلمه اخيره حاب توصلها وتقولها لجميع الامه العربيه والاسلاميه. والله يعني إذا كان لي من كلمة في هذا اليوم المبارك أقول أيها العرب، يعني ليس لنا بد من الوحدة العربية ومن يعني التماسك. الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه كان يتحدث دائما على أهمية التآزر والتضامن العربي وتعزيز يعني موقف الأمة العربية تجاه التيارات هاي اللي إيش اللي من حولنا الدور من حولنا. فهذا المؤسس الذي يعني رسخ في أبناء الإمارات وفي حكام الإمارات وفي عيال زايد هذه القيم، أن نحن علينا أن نحافظ على أوطاننا وأن نكون إيش متكاتفين. أي تغريد خارج السرب العربي يضر بالعرب، أي تغريد خارج السرب الخليجي يضر ب يعني التجمع الخليجي. فيا جماعة الخير يعني خلونا يد واحدة، إطلاقا لن تنفعنا لا تركيا ولا إيران ولا أي أجنبي آخر ما لم نكن إحنا كأمة متحدة عربية وكأمة خليجية مترابطين متآزرين متآخين. نعم. نعم. يعني معاليك أشكرك وما قصرت وكفيت ووفيت، وأتمنى إن شاء الله أن وصلت الرسالة. نحن نبارك لك ونبارك لكل الحضور الموجودين ونقول كل عام وأنت بخير، وأيضا المشاهدين الكرام. وفعلا هو البيت المتوحد الخليجي والعربي. شاكر لك معاليك على استضافتك اليوم معنا في هذا البرنامج، برنامج روح الاتحاد. مشاهدين الكرام، نحن نضم صوتنا لصوت معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وأيضا نبارك لشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية
وايضا لجنودنا المرابطين في ميدان الشرف والتضحيه. شاكرين لكل من تابعنا في برامج روح الاتحاد. نرجع للزملاء في الاستوديو عبد الله وصفيه، تفضلوا. شكرا لك زميلنا رافد، وشكرا لضيفك الكريم. وبهذا نكون عبد الله وصلنا لختام هذه الحلقه من روح الاتحاد. مشكورين مقصر مشاهدينا مره ثانيه، كل عام وانتم بخير اينما كنتم، في امان الله.